الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة أنا عايز أتكلم مع حضراتكم في كذا موضوع النهاردة، لازم نتكلم فيهم ولازم نبقى واضحين وصراحة مع حضراتكم في كل هذه الأمور. من امبارح للنهاردة الحقيقة هناك، أولا الحقيقة أنا بشكركم جدا 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 على ردود الأفعال على ملعب النادي الأهلي أمس واستوديو ما قبل المباراة وما بعد المباراة. أنا بشكركم جدا الحقيقة، ودايما في ظهرنا وفي ظهر النادي الأهلي وفي ظهر قناة النادي الأهلي. دي أول حاجة. تاني حاجة، خلينا نكون واقعيين وخلينا نكون صراحة في كلامنا. أنا لما حاجة أتكلم مع حضراتكم هتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة. أولا، إيه اللي حصل في مباراة امبارح؟ النادي الأهلي اتغلب 1-0. طيب، إيه موقف المجموعة؟ حضراتكم عارفين موقف المجموعة، النادي الأهلي لازم يكسب إن شاء الله، يكسب مباراته القادمة بأي عدد من الأهداف علشان يصل للدور التالي. هل هناك أخطاء في مباراة أمس؟ نعم، هناك أخطاء في مباراة أمس، الكل بيقول هذا الكلام. ولكن في نفس الوقت، هل هناك إيجابيات في مباراة أمس؟ الكل بيقول برضو أن في إيجابيات في مباراة أمس. وبالتالي إحنا دلوقتي في موقف، أو الواقعية بتقول إيه؟ الواقعية بتقول أن إحنا اتغلبنا في مباراة أمس في مباراة كانت جيدة في للنادي الاهلي، افضل من، خدوا بال حضراتكم من الكلام، افضل من مباراه سيمبا التنزاني بكتير. هناك فارق كبير بين النادي الاهلي في مباراته امس وفي مباراه النادي الاهلي امام سيمبا التنزاني. طيب، الواقعيه بتقول ايه؟ الواقعيه بتقول ان احنا اتغلبنا 1-0، والواقعيه بتقول ان احنا عندنا مباراه يوم السبت القادم. النادي الاهلي ان شاء الله يستطيع ان هو يكسب هذه المباراه وياخد 3 نقاط. ايه اللي هيحصل بقى خلال هذا الاسبوع؟ اللي هيحصل خلال هذا الاسبوع ان احنا هنا في ملعب الاهلي، ودايما هتكلم معاكم في هذا الموضوع. والحقيقه الجمهور، انت حضراتكم مش محتاجين شحن علشان تروحوا تشجعوا فريق النادي الاهلي، حضراتكم مش محتاجين شحن علشان تقفوا في ظهر النادي الاهلي، حضراتكم مش محتاجين كل ده، ولكن انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الواقعيه وبمنتهى الصراحه. هناك اشياء جيده حصلت في المباراه امبارح. رحنا للجون مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، يعني إذا كان من المفترض إن احنا، يعني أو المفروض إن احنا، أو ما ينفعش نجيب لحضراتكم فيديو بالأهداف اللي ضاعت امبارح، ولكن كل الناس اللي اتفرجت على مباراة أمس قالت إن النادي الأهلي أضاع العديد من الفرص في هذه المباراة. في رعونة في إضاعة الفرص؟ كل واحد بيحاول إن هو يجيب الجون، ولكن خلاص عندنا مشكلة في إضاعة الفرص. الكل اتفق على هذا الموضوع، ان احنا عندنا مشكله في اضاعه الفرص. هل يمكن علاجها خلال هذا الاسبوع؟ ممكن جدا علاجها خلال هذا الاسبوع، ان شاء الله تبقى اسبوع جيد للنادي الاهلي حتى مباراه يوم السبت القادم، او فريق النادي الاهلي حتى مباراه يوم السبت القادم. عندنا اشياء ليست جيده، عندنا في ملعب المباراه اشياء ليست جيده. ما فيش فرقه في العالم حتى لو كسبانه 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 بتبقى بتأدي مباراه 100%، دايما هناك اخطاء بتحدث في الملعب، ودايما هناك حاجات بيبقى المدرب بيفكر فيها اللعيبه لا تستطيع ان تنفذها لاي سبب من الاسباب، ما نمشي كويس، ما اتمرنش كويس، الاجهاد، الرطوبه، الملعب، الحاجات دي كلها. لان انا بتكلم مع حضراتكم من منطلق ان الواحد شاف الحاجات دي قبل كده كتير كتير. فعشان كده أنا بتكلم مع حضراتكم، هل النادي الأهلي يستطيع أن يفوز على شبيبة الثورة الجزائري؟ فنيا ومهاريا وكل شيء النادي الأهلي أفضل من شبيبة الثورة، ولكن كرة القدم لا تعرف إلا، أو تعرف كل شيء، تعرف التعادل والهزيمة والمكسب، تعرف كل حاجة. لكن لما تيجي تقيم الفريقين يوم السبت القادم هتلاقي ان فريق النادي الاهلي افضل من فريق الثوره الجزائري، ولكن المباراه لسه 90 دقيقه، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل فيها، مش عارفين ايه الظروف اللي ممكن تحصل يحصل فيها. الشناوي طالع يمسك كوره رجليه اتعملت تحت رجله، رجليه اتعملت تحته، وعنده التواء في الكاحل. نزل علي لطفي، الكل، وخلينا اكون صريح، الكل كان قلقان من علي، لكن علي مش انا اللي بقول، الكاف اللي اختاره افضل لاعب في النادي الاهلي او في المباراه دي علي لطفي. ففي حاجات بتحصل بتخليك تقف على رجلك وتخليك تحس ان انت الامور ماشيه بشكل جيد. نتيجه المباراه ان احنا اتغلبنا، يعني خلاص اتغلبنا. هو النادي الاهلي دايما لما بيجي يفكر يا جماعه
عشان تبقوا حضراتكم عارفين، وانا متاكد ان حضراتكم عارفين هذا الموضوع، ما بنفكرش غير في شيء واحد هو المكسب. هو فكره حضراتكم مثلا اللعيبه كانت عايزه تتغلب مثلا خالص، اللعيبه بتحاول ان تؤدي ما هو مطلوب منها من قبل المدير الفني على قد ما يقدروا، على قد المجهود، على قد التعب، على قد الرطوبه اللي موجوده، على قد الملعب السيء، على قد حاجات كتيره جدا. نادي الاهلي كان ممكن يكسب 2-3 امبارح، هل كلام حضراتكم كان هيتغير؟ هل كنتوا هتشوفوا السلبيات اللي موجوده في الفريق؟ كل الكلام اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم ده احنا شايفينه وعارفينه وعاصرناه وشفناه بعينينا وشفناه في الملعب، وحضراتكم الناس الجيل اللي يعني في الاربعينات شاف اللي انا بتكلم فيه ده كويس جدا، ويمكن الجيل اللي قبله واللي قبله واللي قبله، ابويا وجدي وجد كل الناس دي شافت النادي الاهلي بيبقى محطوط في لحظات صعبه ولكن بيستطيع ان هو يعدي هذه اللحظات. فخلينا واقعيين، احنا عندنا مباراه يوم السبت اللي جاي، المباراه بتاعه السبت اللي جاي دي لا تقبل القسم على اثنين، هتكسب هتبقى اول المجموعه، هتكسب هتبقى اول المجموعه، هتتعادل او هتتعادل يبقى هتستنى تشوف نتائج الفريقين الاخرين، هتتغلب يبقى انت بره الموضوع خالص. هي خلاص هي واضحه واضحه وصريحه، هتكسب هتبقى اول المجموعه. اذا لعيبه النادي الاهلي لازم يبقوا عارفين كده. هل هم عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين طبعا ان هم لازم يكسبوا المباراه اللي جايه. هل جمهور النادي الاهلي عارف ان هو لازم يكسب المباراه اللي جايه؟ طبعا جمهور النادي الاهلي عارف، طبعا جمهور النادي الاهلي هيبقى هناك. اللي انا عرفته لغايه دلوقتي ان الامن صرح بوجود 10,000 متفرج، انا متاكد ان هم هيبقوا 10,000 متفرج، وانا متاكد ان شاء الله ان ال 10,000 متفرج اللي هيكونوا موجودين مش هيعملوا حاجه غير ان هم يقفوا خلف الفريق فقط لا غير. بعد مباراه يوم السبت نبتدي نشوف بقى ايه اللي هيحصل، نبتدي نشوف الدنيا هتمشي ازاي. هنبتدي نشوف ان في بعض اللاعبين المصابين رجعوا للفريق، بعض اللاعبين المصابين رجعوا للفريق. كل لعيب بيرجع بياخد وقت لغايه لما يوصل للفورمه بتاعته، زي مروان محسن. مروان محسن اكبر مثل لحضراتكم، مروان كان راجع من اصابه طويله، نزل لعب شويه يعني الناس شافته عادي، الماتش اللي بعده افضل، الماتش اللي بعده افضل، الماتش اللي بعده افضل، لغايه لما اصبح المباراه اللي فاتت طلع في الدقيقه 70 وهو واحد من افضل اللاعبين في الفرقه. وليد ازارو لعب شويه المباراه اللي فاتت دي، ها ادى مشيت الدنيا معاه، الماتش اللي جاي هيلعب شويه كمان لغايه لما يرجع لفورمته. احمد فتحي لم تشأ الظروف ان هو ينزل في المباراتين الاخيرتين، لكن هل هيكون له دور خلال الفتره اللي جايه؟ ولما احمد ينزل ويبقى ليه دور، هيبقى ليه دور قيادي جوه الملعب ودور فني في الملعب. وليد سليمان ان شاء الله لما يرجع، حمدي فتحي لما يرجع، شريف اكرامي لما يرجع، الشناوي ان شاء الله لما يرجع، مجموعه المصابين لما ترجع. فلازم ده اللي احنا نفكر فيه خلال الفتره اللي جايه، نفكر ان احنا عايزين نلعب المباراه القادمه يوم السبت القادم ونكسب المباراه دي ونبقى كويسين فنيا ونقدر نجيب اهداف تريح جمهورنا. هو ده اللي احنا نفكر فيه، نعمل كده ازاي؟ نعمل كده عن طريق ان احنا نقف خلف فريقنا. نقف خلف فريقنا، عندنا زي ما عندنا سلبيات عندنا ايجابيات، هو ده اللي نفكر اللعيبه بيه. وانتوا حضراتكم فكركم ان اللعيبه ما بتبقاش عارفه ان انا لعبت النهارده مباراه كويسه ولا مباراه وحشه؟ خالص. الناس حاطه ضغط على حسين الشحات وحاطه ضغط على رمضان صبحي، هم بالفعل انا مع حضراتكم ان هم ما وصلوش للمستوى اللي حضراتكم عايزينه، ولكن خدوا بال حضراتكم الاثنين لعيبه دول لو فاقوا مع بقية اللاعبين هتلاقي حاجة تانية خالص. ولو فاقوا دي معناها ايه؟ لو فاقوا دي معناها ان محطوط عليهم ضغط كبير جدا 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 جدا. لما بتيجي تتكلم مع اي حد فيهم بتحس بالضغط ده في الكلام. لازم نفضل واقفين ورا فريق النادي الاهلي، لازم نفضل نشوف ايه اللي خلال هذا الاسبوع بالكامل، نفضل خلف النادي الاهلي وخلف لعيبه النادي الاهلي، خلف حسين الشحات وخلف رمضان صبحي، كل اللعيبه اللي حضراتكم بتتكلموا. انا الحقيقه لما بطلع اتكلم بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه، انا بقرا الحاجات اللي حضراتكم بتبعتوها سواء على التويتر او على انستجرام او على فيسبوك، عندي على صفحتي الشخصيه ناس كتيره جدا بتبعت لي او اي حد بيكلمني في التليفون برد، وبعرف عايز اعرف رايكم ايه في اللي بيحصل. ما حصلش حاجه يا جماعه. بالمناسبة أنا برضو لما بقعد أفكر كده، وأنا آسف إن أنا كل شوية بقول لحضراتكم هذا الموضوع، لأنه أنا أو كان معايا جيل الحقيقة كله جيل محترم وكله جيل
على اعلى مستوى من اللعب الفني ومن الاخلاق وكل حاجه. يوم ماتش الصفاقسي، وانا اسف، انا اسف جدا ان انا كل شويه بقى اكرر هذا الموضوع، ولكن ده حدث، حدث بالنسبه لنا كلنا كاهلاويه. كل الناس كانت حاطه وشها في الارض الا لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي عرفت ايه اللي ممكن يحصل، عرفت للناس كلها ايه اللي ممكن يحصل في مثل هذه المباريات او في المباريات النهائيه. قسمنا المباراه الفتره الاولى كذا، الفتره الثانيه كذا، الفتره الثالثه كذا، مع مدرب عبقري قدرنا نكسب المباراه. هو احنا لو كنا اتغلبنا كان ايه اللي حصل؟ ما كناش هنقعد نتكلم الكلام ده كله. احنا لو كنا ما شفناش مسانده الجمهور في الوقت ده، كان حوالي اعتقد كانوا 13 يوم او 14 يوم ما بين المباراه والمباراه، كل ال 13 يوم او ال 14 يوم مفيش حد بيعمل حاجه، واحنا متعادلين 1-1 في القاهره مع الصفاقسي، ورايحين نلعب الصفاقسي في تونس والنتيجه هنا 1-1. يعني لو الماتش خلص 0-0 الصفاقسي ياخد البطوله. لعيبه الصفاقسي احتفلت هنا في القاهره. لكن احنا ايه اللي وقفنا على ايدينا على رجلينا؟ حضراتكم. انا ببقى ماشي في الشارع، وانا عمري ما انسى الفتره دي في حياتي كلها. لما باجي ماشي في الشارع في اي حته انا بمشي فيها، واي بجيب اكل، بجيب بعمل اي حاجه، وانا ماشي الاهلاويه كلهم واقفين، هنكسب هناك ان شاء الله، هنكسب هناك ان شاء الله. وبالفعل كسبنا هناك. هل كان ممكن نتغلب؟ اه طبعا كان ممكن نتغلب عادي، يعني بطبيعي، حاجات بتحصل طبيعيه. فاللي انا شايفه من امبارح للنهارده ان هناك عدد ليس بالكبير، انا متاكد، ولكن انا دايما بحب تبقى دايما كل جمهور النادي الاهلي بمختلف الطوائف خلف الفريق، خلف الفريق. النادي الاهلي ما زال موجود. النادي الاهلي مباراه يوم السبت القادم بتمثل اشياء كثيره جدا للناس. فعشان كده بقول لحضراتكم زي ما قلت لكم، مباراه الصفاقسي الناس كلها وانا ماشي في الشارع، اما كنت بقابل بركات كان يقول لي كده، يقول لي وانا ماشي في الشارع الناس بتقول لي هنكسب. ابو تريكه كان يقول لي كده، وائل جمعه كان يقول لي كده، شادي كان يقول لي كده، والناس اللي ما لعبتش، عماد النحاس اللي كان معانا امبارح كان بيقول لي كده على الرغم ان هو ما لعبش. الناس اللي بتقول لي هنكسب المباراه اللي جايه. حضراتكم دايما الاساس في هذا الموضوع، حضراتكم دايما اللي بتبقوا عليكم، هو مش عيب الحقيقه، ولكن حب النادي الاهلي ده في حد ذاته فخر لاي حد. طيب خلينا برضو نروح لواحد من عظماء النادي الاهلي، واحد ايضا من كباتن النادي الاهلي، الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكره طبعا في نادي الاتحاد السكندري. الكابتن وليد عدى طبعا عليها اشياء من هذا القبيل بشكل كبير جدا خلال فترات كثيره لعبها في النادي الاهلي. كابتن وليد ازاي حضرتك؟ كابتن اسلام تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك. ربنا يخليك يا كابتن وليد. يعني كابتن وليد، اولا عايز اعرف رايك في اداء النادي الاهلي من وجهه نظرك امبارح. امبارح كان يعني اداء متوازن، بس كان يقدر الاهلي طبعا يكسب. انا شايف ان الملعب فرق جدا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيلعبش على نجيل صناعي باستمراريه، فبالتالي وضح امبارح جدا جدا في بعض الفرص الخطيره جدا. يعني اجاييه كان 3-2 لو بصل البص صح، انفراد من نص الملعب، انفراد، برافو عليك. اللي بعديها كريم ندفت برضه جوه ال 18 وهو بيلم، اللي بعديها ناصر ماهر لو حط الكوره برضه. يعني خلي بالك يا كابتن وليد، معلش اللي حضرتك بتقوله ده الناس ما حسبتوش فرص، خلي بالك. يعني احنا لما بنيجي نتكلم دي فرصه بتاعت اجاييه دي بالفعل لو عدت وراحت لرمضان، رمضان انفراد من نص الملعب، بتاعت كريم لو لف بيها صح وما طولتش منه كان دخلت جون. ففي حاجات الناس ما حسبتش ان دي فرص. ده في حاجات يا كابتن اسلام في الملعب، لان احنا لعيبه كوره ممكن الكوره تبقى في نص الملعب، بس الدفاع طالع عليك دفاع متقدم، لو انت حطيتها بالراحه بيبقى انفراد، الموضوع انتهى. مظبوط. لكن الملعب بياخد الكوره ويجري. الملعب طبعا نجيل صناعي كمان واضح من النوعيه يعني السيئه، فالكرة بتلعب الباص بتجري بشكل غير عادي، لكن دايما بنعول في الوقت ده على خبرات النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي امبارح يعني انا شايف انه فرط في فوز، لكن في الاخر النادي الاهلي اموره كويسه وسهل جدا ان شاء الله باذن الله يقدر يكسب هنا ويوصل مستريح قوي. ودايما النادي الاهلي يعني ما بيفرقش معاه، او الفرق اللي هي بتدور على البطوله ما يفرقش معاه يطلع اول او تاني، هو اللي بيبقى عايز ياخد البطوله
بيعدي على الفرق كلها. لا خد بالك يا كابتن وليد، كمان هو النادي الاهلي اذا كسب مباراته القادمه امام شبيبه الثوره الجزائري يبقى لازم هيطلع اول ان شاء الله، يعني ما لهاش حل يعني الا لو اتعادل، هيستنى التعادل للمباراه الاخرى. لو اتغلب طبعا هو بره الموضوع تماما، فبالتالي هو لو كسب هيبقى اول المجموعه. طيب يعني انا بغض النظر حتى عن اول او تاني، ففي الاخر النادي الاهلي تحديدا لما بيخش بطوله بيبقى التارجت بتاعه او الهدف بتاعه انه يكسبها. فطلع اول طلع تاني، في الاخر هو البطل بيعدي على كل الفرق وبيبقى مطلوب منه انه يكسب كل الفرق عشان ياخد البطوله. فالاهلي ان شاء الله باذن الله هنا على ملعبنا وفي وسط جماهيرنا باذن الله ان شاء الله الاهلي قادر انه يحسمها ان شاء الله. عدت عليك مرحله زي دي في النادي الاهلي يا كابتن؟ انا شايف ان المرحله دي سهله يا اسلام. ايوه مش ايوه ما انا عايز اسمع من حضرتك. احنا عدى علينا مراحل اصعب من دي بكتير. بكتير يعني، اللي هو يبقى انت يعني بتلعب بره ملعبك وفي اجواء صعبه جدا وفي اجواء تكاد تكون مستحيله، ومطلوب منك انك تكسب فقط مش تتعادل. ايوه. والاهلي بيروح وبيكسب، وحصلت لنا كتير قوي قوي. الترجي كنا متعادلين هنا 0-0 ورحنا الترجي في تونس عملنا تعادل 1-1 بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ ووصلنا وخدنا البطوله. حاجات كتير جدا عدت علينا، صن داونز هناك نهائي افريقيا مع مستر مانو الجوزيه. لا في حاجات عدت كتير جدا على النادي الاهلي على مدار تاريخه. اصعب من كده بكتير. اصعب من كده بكتير. الصفاقسي عندكم انتوا. مباراه الصفاقسي انا لسه كنت بتكلم عليها. مظبوط. الملعب مقفول وفرقه شرسه وفرقه كبيره على ملعبها، وانت ما ينفعش تعمل اي حاجه غير انك تكسب، يعني التعادل حتى ما ينفعكش. مظبوط. وبتروح وبتكسب، فالاهلي متعود على كده. ده بالعكس، ده انا شايف ان هي المهمه مش عايزين نوتر اللعيبه، مش عايزين نشد اللعيبه. ايوه. المباراه لغايه لما الحكم يصفر بلس 90، يعني 90 والوقت اللي بدل الضايع، والمباراه ممتده ولازم تتقسم بهدوء، والجماهير زي ما هي معودانا تفضل تشجع الفريق لغايه اخر لحظه، وان شاء الله الاهلي ان شاء الله قادر يعني. اشكرك جدا يا كابتن وليد على هذه المداخله. كابتن وليد صلاح احد كباتن النادي الاهلي، وانا قاصد الحقيقه ان انا اوري لحضراتكم ان في اجيال كتيره جدا النهارده. برضو هيكون معايا ثلاثه من النجوم الكبار الحقيقه، واجيال مختلفه. النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير الكابتن اسامه حسني. هنتكلم برضو عنهم عن هذا الموضوع. انا الحقيقه يعني انا شايف ان الموضوع في هناك اخطاء يجب ان يتم علاجها، وده الجهاز الفني اللي بيعملها، ولا انا ولا حضراتكم هنقدر، لكن من حقنا ان احنا نقول هذه المواضيع. طبعا من حقنا نقول ان هنا في خطا في الحته الفلانيه وفي خطا في الحته الفلانيه، مفيش اي مشكله. وبالمناسبه يعني كلنا اتكلمنا في الموضوع ده امبارح، كابتن عماد او كابتن بلال او كابتن تامر بدوي، كلهم الحقيقه الثلاثه اتكلموا في هذا الموضوع امبارح. فعشان كده انا بقول لحضراتكم انا مش شايف ان الموضوع ياخد كل ده من حضراتكم خالص، انا بس بحاول ان انا انقل نبضكم من خلال الشاشه. حضراتكم حملتوني بامانه ان انا اقول ان انتوا متضايقين شويه، زعلانين شويه، تمام خلاص احنا متضايقين. انا عارف ومتاكد ان حضراتكم متضايقين لان انتوا مش متعودين النادي الاهلي يتغلب في هذه المباراه، ولكن خلاص الامر اصبح واقع دلوقتي، وعندنا مباراه يوم السبت القادم. الفريق اللي موجود في النادي الاهلي دلوقتي ال 25 ولا ال 28 لاعب اللي موجودين ولا ال 30 لاعب اللي موجودين يقدروا يكسبوا الماتش اللي جاي؟ يقدروا يكسبوا الماتش اللي جاي اذا كانوا في 60 70% من حالتهم، يقدروا يكسبوا الماتش اللي جاي عادي. ده النادي الاهلي. ما تخليني مش عايز اقول لحضراتكم قد ايه الماتش صعب وقد لا الماتش صعب، وكره قدم وكره القدم لا تعرف اي شيء الا بعد صفاره الحكم النهائيه. ولكن في نفس الوقت يا جماعه الموضوع بسيط جدا، عندنا اخطاء بيتم علاجها، عندنا جهاز فني فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه. وبالمناسبه الجهاز الفني عامل دور كبير جدا جدا في اللي بيحصل، دور كبير جدا في اللي بيحصل من الناحيه الايجابيه. حضرتك بتشوف كريم ندفد كان هنا بقى هنا، حضرتك بتشوف عمرو السوليه كان هنا بقى هنا، حضرتك بتشوف علي معلول كان هنا بقى هنا، حضرتك بتشوف محمد هاني مستواه تقدم بشكل كبير، حضرتك بتشوف سعد سمير امبارح مادي مباراه جامده جدا. نفس الكلام ايمن اشرف، ممكن يكون قل شويه في مباراه سابقه ولكن النهارده بيرجع تاني. المستوى العام للفريق اجاييه، اديكم شايفين اجاييه عامل ازاي. بنتكلم عن ناصر ماهر شويه وشويه، ولكن ناصر ماشي بخطى ثابته جدا. نفس الكلام بالنسبه ل
مروان محسن. مروان محسن احد نجوم الفريق الحقيقه واللي بيؤدي دائما بشكل جيد. رمضان صبحي انا شايف ان هو بيحاول يبذل مجهود كبير قوي في الملعب. خدوا بالكم رمضان بقاله فتره طويله قوي ما بيلعبش في هادرسفيلد لما كان في انجلترا. وبالتالي وقفه حضراتكم دلوقتي صدقوني انا كنت بلعب كره عارف ايه اللي ممكن يتقال. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي معنويات اللعيب في السماء ويحاول يدوس على نفسه اكتر واكتر الجمهور. الجمهور وتشجيعه في العربيه في وهو ماشي في حته ماشي هنا ماشي هنا في التمرين لو تقدروا اي حاجه. حضراتكم دايما اللي بتبقوا في ظهر الناس وفي ظهر الجمهور وفي ظهر اللاعبين وبتخلوا المستوى الفني للعيب لو 50% هو عايز يوصل بيه ل 100% عشان خاطر حضراتكم. فعشان كده انا دايما بتك على موضوع الجمهور ده. ال 10,000 متفرج اللي هيكونوا موجودين او على حسب الساعه الامنيه اللي هتبقى مسموح بيها في مباراه يوم السبت القادم يجب ان هم يكونوا متواجدين. وزي ما الكابتن وليد قال وهنحاول نجيب لحضراتكم كباتن كتير يقولوا لنا هم هل عصروا مثل هذه الامور ولا لا. انا بوري بس حضراتكم ان الموضوع ما فيهوش مشكله كبيره. الموضوع في ايد النادي الاهلي. يعني تخيلوا حضراتكم لو انت تكسب لازم تكسب مثلا ومستني فريق تاني يتعادل او يكسب او يتغلب. لكن الموضوع في ايد النادي الاهلي. الموضوع في رجل لعيبه النادي الاهلي. الموضوع في ايد الجهاز الفني للنادي الاهلي. عندنا لعيبه او عندنا مجموعه لعيبه متميزين. عندنا مجموعه لعيبه متميزين في منهم مستوى قليل شويه او لسه لم يصل للمستوى اللي كل الجمهور شايفه وعارفه. عندنا طبيعي جدا طبيعي جدا نجوم كبيره ونجوم عالميه بتلاقوها في وسط الموسم كده مستواها بينزل وبعدين بتبتدي ترتفع تاني بمسانده الجماهير. في العالم كله كده. العالم كله كده. ننتظر اكتر من رمضان، ننتظر اكتر من حسين الشحات، ننتظر اكتر من اجاييه، ننتظر اكتر من مروان، ننتظر اكتر من وليد ازارو. هنشوف عايزين نشوف احمد فتحي، عايزين نشوف محمد هاني، عايزين نشوف بقيه اللاعبين. عايزين اللي وصل ل 80 90% لا احنا عايزينه يوصل ل 120 و130% بمساندة وبمساعدة حضراتكم الدائمة وتشجيع حضراتكم في المباراة والأسبوع اللي قبل المباراة بالكامل. عشان كده مهم جدا جدا ان انا كنت اتكلم مع حضراتكم. وخدوا بالكم احنا هنا بننقل نبض يعني انا من وجهة نظري دايما ان انا لما اجي اتكلم انا بقرا الجمهور بيقول ايه وبسمع الناس لما بتكلمني او الناس لما بتقابلني في الشارع بتقول لي ايه وباخد نبض الجمهور وبتكلم فيه مع حضراتكم. متضايقين شويه وزعلانين، متضايقين وزعلانين، لازم اللعيبه تبقى عارفه ان حضراتكم متضايقين وتصالحكم يوم السبت اللي جاي. بدون ضغط وبدون توتر وبدون اي شيء. لان دي لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي دايما محطوطه تحت ضغط ودايما محطوطه تحت دايما لازم تبقى بتكسب المباريات. هو ده النادي الاهلي وهو ده اسم النادي الاهلي. فعشان كده انا بقول لحضراتكم المسانده والدعم خلال الفتره اللي جايه هي من اولويات حضراتكم عشان النادي الاهلي يستطيع ان هو يفوز في مباراته القادمه. وانا متاكد ان شاء الله ال 11 لعيب اللي هينزلوا في المباراه دي هيبقوا عايزين يعملوا اي حاجه عشان يصالحوا حضراتكم ويرضوكم. عشان يصالحوكم ويرضوكم بس عشان حاجه ثانيه. عايزين يكسبوا طبعا بس عايزين يكسبوا عشان يصالحوكم ويرضوكم ويعملوا اداء كويس في المباراه القادمه. وده ان شاء الله انا متاكد منه بنسبه كبيره ان ده هيحصل لان انا عارف النادي الاهلي وشفت ياما حصلت كابتن وليد في الجيل بتاعه حصلت اكيد الكابتن ابراهيم عبد الصمد في الاجيال بتاعته حصلت الكابتن الشريف عبد المنعم في الجيل بتاعه حصل كابتن اسامه حسني في الاجيال بتاعته حصلت في كل الاجيال النادي الاهلي في كل اجيال الانديه اللي في العالم كلها بتلاقي دايما في وقت كده بتبقى الامور صعبه ولكن انت شايف من بعيد ان هي عندك مجموعه متميزه من اللاعبين عندك جهاز فني محترم عندك ناس بتشوف شغلها في مجلس الاداره وبالتالي الكل واقف مع بعضه الدنيا هتمشي وهتاخد البطوله ان شاء الله. ليه لا؟ كلنا بنحلم وكلنا عايزين وكلنا نفسنا نشوف النادي الاهلي بيتوج مره اخرى بعد 6 سنوات بدون البطوله الافريقيه. خدنا دوري وخدنا كاس الطبيعي يعني لكن في النهايه البطوله الافريقيه بالنسبه لنا هي شيء مهم جدا. فعشان كده مسانده حضراتكم خلال الفتره اللي جايه هي مسانده هامه جدا. لازم نقف مع بعض كلنا مع بعض انا من ناحيتي واللي حضراتكم عايزين تبعتوه ابعتوا لنا هنا على قناه النادي الاهلي على الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي وقولوا لنا اي حاجه حضراتكم عايزينها انا بقولها
ما عنديش اي مشكله، اي حاجه حضراتكم بتقولوها او اي انتقاد حضراتكم بتنتقدوه انا بقوله على طول، ما عنديش مشكله، لانه في النهايه انا متاكد ان اللي بيقول الكلمه دي من جمهور النادي الاهلي بيبقى قد ايه هو بيحب النادي الاهلي فبينتقد للمصلحه العامه. فمن فضل حضراتكم ابعتوا لنا، يعني انا دلوقتي يا جماعه عايز افتح الصفحه على الفيسبوك، ابعتوا اي حاجه هقرا كل الحاجات اللي حضراتكم عايزين تبعتوها واللي حضراتكم عايزين تقولوها سواء كده او كده او كده. ولكن النهارده ابتداء من بكره او ابتداء من بعد بكره ان شاء الله عايزين نقف كلنا خلف فريق النادي الاهلي كالعاده كعادتكم، نشجع الفريق، نقف مع الفريق، لانه المباراه القادمه عدت قبلها اصعب من كده بكتير قوي قوي قوي، ولكن انا متاكد ان وجود حضراتكم هيفرق كتير جدا مع اللاعبين. طيب طبعا في اخبار كتيره عندي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم. من اهم الاخبار اللي عندي الحقيقه ان الاستاذ طارق قنديل والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، رئيس بعثه النادي الاهلي في مباراته الاخيره امام فيتا كلاب في الكونغو، شكروا الحقيقه السفير المصري في الكونغو حمدي شعبان الحقيقه اللي كان قايم بدور، وكل السفاره المصريه اللي كانت قايمه بدور كبير جدا من ناحيه التنظيم ومن ناحيه الوقوف مع اللاعبين، وكالعاده الحقيقه دايما سفاراتنا في كل انحاء العالم بتبقى دايما واقفه مع كل البعثات المصريه. ابعتوا لي يا جماعه قولوا لي برضو اي حاجه حضراتكم عايزين، انا مش هحط سؤال ولا هحط حاجه، اي حاجه حضراتكم عايزين تبعتوها ابعتوا لي واسالوا اي حاجه، اي حاجه عايزين تسالوها، اي حاجه عايزين تتكلموا فيها، اي حاجه مضايقاكوا، اي حاجه عايزين تعملوها. ولكن زي ما قلت لكم النهارده هنتكلم في الايجابيات وفي السلبيات وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ولكن ابتداء من يوم الثلاث ان شاء الله هنتكلم في كل ما هو مشجع، في كل ما هو مؤازر، في كل ما هو يشحن اللاعبين، في كل ما هو عايزين نكسب المباراة القادمة ازاي، وجهات النظر الفنية لكل المديرين الفنيين اللي قاعدين الكبار والنجوم الكبار اللي هيكونوا معايا سواء النهاردة او في الايام القادمة، هنتكلم اكثر ايجابية خلال الفترة اللي جاية. وبالمناسبة ده دورنا احنا هنا في قناة النادي الاهلي، فده دورنا ان احنا نعمل كده، ودورنا ان احنا نقول وجهات نظر حضراتكم. ولكن كل اللي عايزه من حضراتكم ان انت ابتداء من يوم الثلاث ان احنا نبتدي بقى نتجه للايجابيات، هنكسب ازاي ان شاء الله، مين اللي هيلعب، هيلعب ازاي، هنشوف بقى كل الكلام ده خلال هذا الاسبوع. طيب دي الحقيقه كانت الاخبار اللي عندي النهارده، او هو ده الموضوع المهم اللي بالنسبه لي اللي انا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. ف زي ما قلت لكم نفضل دايما او هنفضل دايما محميين بيكم، محميين بجمهور النادي الاهلي في مثل هذه المباريات، دايما بنبقى محميين بجمهور النادي الاهلي. وخدوا الكلام ده من واحد لعب ولو ايام قليله في او في الملعب وشفت حاجات من جمهور النادي الاهلي تخلي الخشب ده يتكسر والحجر يتفلق ويتكسر كده من تشجيع اللاعب، من تشجيع جمهور النادي الاهلي. فاكرين ماتش الزمالك لما النادي الاهلي كان مغلوب للدقيقه اعتقد 44 او 43 في كاس مصر، الدقيقه 44 او 43 وابو تريكه جاب جون وتعادلنا 2-2 ونزل احمد صديق، اسامه حسني اللي هيكون ضيفي النهارده لما جاب جونين في الشوطين الاضافيين دخل في جون ثالث في النادي الاهلي بقى 3-2 لصالح نادي الزمالك، واسامه حسني نزل جاب جونين او كان بيلعب جاب جونين الحقيقه احمد صديق عملهم له وجاب جونين وكسبنا 4-3. هو ده ليه انا بفتكر مع حضراتكم الكلام ده، انا بفتكر مع حضراتكم الكلام ده لان الجمهور اللي كان مالي الملعب، جمهور النادي الاهلي اللي كان مالي الملعب هو اللي ادى كل ال11 لعيب والثلاثه اللي اتغيروا القوه والحيويه والدفعه دي علشان يقدروا يوصلوا ان هم في الدقائق الاخيره من الشوط الثاني يجيبوا الجون التعادل، ولما يخش فينا الجون الثالث نجيب الجون الثالث التعادل والرابع كمان بعديها عشان خاطر الجمهور وعشان خاطر تشجيع الجمهور. اتمنى من حضراتكم ان الرساله تكون وصلت، هقرا اللي حضراتكم عايزين تقولوا اللي انتوا عايزينه، مفيش اي مشكله خالص. ولكن في نفس الوقت زي ما قلت لكم وجود حضراتكم وتشجيعكم ومؤازرتكم هي الشيء الاساسي في هذا الموضوع. طيب ده كان الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم النهارده،
وانا متاكد ان حضراتكم وصلتكم الرساله وعارف قد ايه انتوا هتعملوا خلال الاسبوع القادم بالكامل عشان نقدر نكسب ماتش السبت. بصوا حضراتكم بقى، بصوا حضراتكم، ده منظر، هو ده المنظر اللي انا عايزه، هو ده المنظر اللي احنا عايزينه، هو ده الصوت اللي انا عايزه. انا عايز اسكت الحقيقه واسمعكم صوتكم كنتوا بتعملوا ايه. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده، هي حته صغيره يا دوبك، لكن هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنطلبه من حضراتكم دايما، هو ده اللي احنا متاكدين ان انتوا هتعملوه يوم السبت القادم. منتهى الالتزام، منتهى الاحترام، بشجع فريقي، بقف ورا فريقي عشان اكسب المباراه. الموضوع بالنسبه لي انتهى، وهتشوفوا فريق النادي الاهلي يوم السبت القادم هيبقى عامل ازاي بتشجيع حضراتكم وبمؤازره حضراتكم. الجهاز الفني هيبقى برضو واقف ورا فريقه، بيختار الاختيارات اللي شايفها مناسبة من وجهة نظره خلال المباراة القادمة. مش عايز أطول مع حضراتكم في هذا الموضوع أكتر من كده، ولكن كان موضوع مهم جدا من امبارح للنهاردة الحقيقة. شايف ردود أفعال منها اللي شايف اللي متفائل جدا وما عندوش أي مشكلة، ومنها اللي متضايق وزعلان. أنا بتكلم دايما مع اللي متضايق وزعلان، اللي متضايق وزعلان لا مش عايز حضرتك تتضايق، مش عايز حضرتك تزعل، إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي هتصالحك يوم السبت اللي جاي، ولكن مش هتصالحك كده، هتصالحك بوجودك وبيك أنت، هتخليهم يصالحوك مرة تانية بوجود الجمهور إن شاء الله 10,000 متفرج إن شاء الله إذا سمح الأمن. أنا معرفش الحقيقة العدد كام، لكن هحاول أعرف دلوقتي وأقوله لحضراتكم. إذا سمح الأمن ب10 أو أكتر، أنا متأكد إن لو سمح الأمن ب80 أنا متأكد إن ال80 هيبقوا موجودين، وهتبقى مؤازرة كبيرة جدا للعيبة النادي الأهلي. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل ضيوفنا الكبار، كابتن إبراهيم عبد الصمد، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن أسامة حسني. هتكلم في كل هذه الأمور، هتكلم برضو في الأمور الفنية وماذا سيفعل مارتن لاسارتي في مباراته القادمة أمام شبيبة الثورة الجزائري. بعد هذا الفاصل نجوم مصر، كابتن إبراهيم عبد الصمد، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن أسامة حسني. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في حلقه اليوم من ملعب الاهلي، النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك يا كابتن، شرفنا. الله يخليك، شرفنا حبيبي. ايضا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن؟ مشرف ومنور. الله يخليك، ربنا يخليك. كله تمام؟ كله تمام. انت كنت بتكح ولا اسامه؟ اسامه ان شاء الله. اسامه ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا النجم الكبير الكابتن اسامه حسني. ازيك يا اسامه؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. لسه كنت بتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر، لما نزلت وصديق عمل لك جونين. اه صح، انت كنت بتلعب من ال... لا انت نزلت في الشوط الثاني بعد ربع ساعه في الشوط الثاني. ابو تريكه جاب جون اللي هو بتاع شوقي ده في الدقيقه كام؟ ابو تريكه عامل له واحده مش كده؟ ده كان على ما اعتقد في الدقيقه 83. نعم 83 كان 2-1 للزمالك. 2-1 للزمالك، وبعدين 83 تعادل. لا رحنا باك سترايك 3-2 للزمالك. لان شوط ثالث وشوط رابع. الشوط الثالث دخل فينا الجون الثالث، دخل الجون جمال حمزه اعتقد. تمام صح. بقى 3-2 للزمالك. وبعدين بعد كده التعادل بتاع ابو تريكه اللي عملها لي، والرابع احمد صديق. احمد صديق في وكان ممكن يجيب الخامس اعتقد، انا فاكر المباراه دي. وخدنا كاس مصر، خدنا كاس مصر صح، وكانت مباراه صعبه وبتعدي، ودايما لعيبه النادي الاهلي يعني بيظهر معدنها وبتتحمل المسؤوليه وقت الصعب. أيوة. يعني حتى لو الدنيا، يعني انا فاكر كمان مباراه كابتن اسلام، مش فاكر انت لعبت المباراه دي او كنت مصاب، يعني نفتكر مع بعض. كانت شبيبه القبائل كانت في استاد القاهره. طبعا لعبت المباراه طبعاً. صح، لعبت ليبرو. لعبت ليبرو، ايوه. كان مين جنبك؟ كان حسام عشور كان بيلعب مساك في المباراه دي. حسام بيلعب مساك، حسام عاشور. الموقوفين بقى في المباراه مين؟ كان عماد النحاس، كان بركات، ابو تريكه، شادي محمد، محمد شوقي، حسن مصطفى، جمعه، سيد معوض، الفرقه كاملا. وكنا محتاجين المباراه دي، لازم نكسبها علشان نكمل جاب جون اعتقد في المجموعه.
لعب وقتها كان كنت انا وكان احمد صديق كان عمرو سماكه حسام عاشور كابتن اسلام بيلعب ليبرو حسام عاشور كان مساك كان طارق السعيد انا اعتقد باك ليفت يعني كان في توليفه كده اتعملت كسبنا المباراه دي 2-0 كان احمد صديق جاب هدف وانا جبت الهدف الثاني كانت نفس الظروف نفس الظروف وكان امام فريق جزائري كمان بس كان اقوى بكتير شيرت القبائل كان طبعا اسم كبير شيرت القبائل غير شيرت الثوره الثوره يعني نادي لسه حديث لا ده جون الكاس ده سمير ده جون الكاس لا الثاني كان شيرت القبائل كان في استاد القاهره والثاني برضه احمد صديق من ناحيه اليمين كده خد سبرنت وعمله بالعرض لاسامه حسني طبعا يا كابتن بيمن اسف بعتذر يعني لا يا حبيبي لا ده ذكريات جميله يعني بتحسسنا بالجو بتاع الماتش وهو اتك على نقطه جميله انا برضو كنت هتكلم فيها يا ريت لعيبه النادي الاهلي طول عمرهم وقت الشده بتظهر معادن اللعيب يعني احنا في شده دلوقتي واحنا فعلا في شده يا كابتن ما هو دي نقطه برضو انا عايز اوصلها للناس بتحصل في كل بتحصل في كل الماتشات طبيعي جدا على فكره اللي بيحصل ان انت بس الناس قلقانه يعني الناس قلقانه لان الاربع فرق ليهم حظ متساوي انهم يبقوا اول وثاني فعشان كده الناس كلها قلقانه انما انا بحب اطمن الناس ان النادي الاهلي ما عملش ماتش سيء هو متوسط المستوى لا يليق بمستوى النادي الاهلي في المرحله في الحاجات النهائيه اللي عملها الماتشات النهائيه انما كل ماتش له ظروفه انما الماتشات الجايه ان شاء الله الماتش الجاي شبيبه الثوره انا متاكد ان معدن اللعيبه هيظهر وانهم وقت الشده ان شاء الله هيظهروا بشكل احسن كتير قوي وان شاء الله هيتصدروا المجموعه باذن الله. في الاوقات في الاوقات القديمه لما كنت حضرتك بتلعب في حاجه حصلت زي دي كده مثلا دايما بتبقى فاكرها؟ لا اوقات كتير انا مش فاكر الماتشات بالظبط انما 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 الماتشات النهائيه دي بتبقى لما خاصه تبقى محتاجين للمكسب اللعيبه بيبقوا متكاتفين بطريقه غير طبيعيه، اولا الاجهزه بتسيبنا في الاوضه لوحدين بيسيبونا احنا نتكلم مع بعضين الاول بعد ما يكون ذاك بعد ما يكون ادانا كل حاجه ادانا كل حاجه الطريقه واللعيبه والخطه والطريقه اللي هنلعب بيها وكل كل الحاجات ويسيبونا لوحدين لا تتصور الشكل بتاعنا واحنا داخل الاوضه تحمل مسؤوليه غير طبيعي الاحتياطي قبل الاساسي وهنا فعلا لعيبه النادي الاهلي على مر الاجيال كلهم بيسلموا بعض القصه دي بالذات حته تحمل المسؤوليه في وقت الشده يعني انا مش عايز اقول ان دي وقت شد قوي لان ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا الماتش الجاي انما مش عايز اقول ان دي وقت شد يعني ما كل ماتش له ظروفه انا الحقيقه من امبارح للنهارده وانا مستغرب جدا بلاقي بعض الحقيقه هم مش كل جمهور الاهلي ولا نص جمهور لا بعض من جمهور الاهلي ولكن احنا بالنسبه لنا هنا دايما متعودين ان جمهور الاهلي دايما بيبقى مع بعض في كل حاجه عمرنا ما شفنا جمهور الاهلي مثلا بيعمل حاجه والنص ان الجمهور بيعمل حاجه والنص الثاني بيعمل حاجه ثانيه لا دايما بيبقوا واقفين مع بعض فانا الحقيقه بقول للناس اللي متضايقه والناس اللي زعلانه اديكم حضراتكم سمعتوا الكابتن وليد كابتن ابراهيم عبد الصمد بيقول لحضراتكم الكابتن اسامه حسني قال لحضراتكم امثله يعني كانت تايهه عند دماغ الواحد لسه بقى الكابتن شريف كمان شوف لو الوقت اللي كان اللي حضرتك كنت بتلعب فيه هل مريت بظروف زي دي؟ صح او اصعب او اسهل يعني احنا كانت ظروفنا اللي هو نوك اوت يعني ما كانش عندنا المجموعات والحاجات دي ان احنا نروح في مجموعه ومجموعه ونعمل التصفيات بالحاجات دي ونحن نوصل ل10 نقاط مثلا عشان نبقى اول وثاني ودايما انت لو تلاحظ الفتره يعني كان من اول الدور اللي تنتهي فيه هي اصعب لا وانت نوك اوت يعني اللي بتكسبه يطلع اللي تكسبه يطلع ما بنروحش في دوري مجموعات او اي حاجه فكنت انت بتلعب اكنك بتلعب كاس عالم كاس افريقيا وكاس عالم ما فيش كاس العالم حتى بيبقى مصغر في الاول لغايه ما تطلع دور ال 16 احنا عندنا من دور 32 دور 16 دور ال 8 دور الاربعه من اولها كده بيبقى عدد ماتشات من اول دور ال 64 فكانت بتبقى الاسلوب انت عايز ولا مش عايز ده اللي كان بيكلمونا الخواجه انتوا عايزين تاخدوا البطوله ولا لا في ايديكم ان انتوا تقرروا ان انتوا تركزوا في بطوله زي دي وتاخدوها وكان لينا الحظ الحقيقه سنه 81 ان احنا كنا ممكن نحققها بس موت السيد الرئيس انور السادات هو اللي حصل ان احنا ما لعبناش السيمي فاينل او الفاينل مش فاكر وربنا حققها لنا في اشانتي كوتوكو اللي هو 82 المباراه الشهيره بتاعه 3-0 و1-1 هناك كانت محمود خطيب جاب جولين هنا وجول هناك وخدنا البطوله دي كانت اعتقد الاولى اللي هي تتوجنا وتعرفنا المسار الافريقي اللي احنا برده ما كانش عندنا بطوله الانديه لكاس العالم للانديه
او البطوله ان احنا بنروح اليابان او الامارات او اي حته، بس كنا بناخد بنلعب ولا كان في سوبر على ما اعتقد، كانت هي دي بس بتتوج فيها، وبيطلع من عندك احسن لاعب في افريقيا. يعني بتاخد البطوله بالانظار كلها بتيجي على الناس اللي هي خدت البطوله، فتلاقي مثلا كابتن محمود خطيب ياخد احسن لاعب في افريقيا، بعدها بسنه ولا حاجه يجي نادي الزمالك يكسب، فيجي كابتن ابراهيم يوسف يبقى محطوط في محط ان هي الانظار اللي هي تبقى موجوده. انا في السنه دي كنت محطوط لولا الحادثه بتاعتي لاحسن جناح في افريقيا مثلا. يعني بوينتس بتاعتك بتعلى بتعلى بتعلى. فهي دي كانت الحاجات اللي احنا كناش متعودين يا اسلام على ناخد كاس، اخد كاس افريقيا ده. انما لما خدته، خدت كاس افريقيا وخدت كاس الكؤوس وخدت كل البطولات اللي فيها افريقيا، خلاص بقى عرفنا السكه شكلها ايه، عرفنا طعم البطوله شكلها ايه. نعم. عرفنا ان احنا نستطيع احلى منظر في العالم اللي احنا شايفينه ده من وجهه نظري. يعني عارف الشكل ده كان في مباراه ايه؟ دي كان في مباراه كان امام جنوب افريقيا. انا فاكر المباراه دي احرزت فيها هدف في حوالي اول 10 دقائق، كسبناها 2-0. كان الهدف الاولاني انا، وكان دومينيك الهدف الثاني. امام فريق من جنوب افريقيا كان مع مصر مرمى الجوزيه. فكان الشكل ده كان شكله حلو، حتى احنا واحنا كلاعيبه واقفين في الملعب او النبي يقول في السلام الوطني. عينينا راحت على المدرج على طول اول ما عملوا نصر الاهلي بالشكل الحلو ده. طبعا. وبالتالي يعني حضراتكم جميعا مرت عليكم مثل هذه الامور يا كابتن شريف. طبعا. يعني الجمهور ده يحرك الصخر. ايوه. يعني احنا من اول ما جت ابراهيم عارف احنا بنخش الجامع وبنصلي صلاه الظهر قبل المباراه، وبياخدنا الكابتن بتاعنا يتكلم، وكان كابتن حسن حمدي مثلا وكابتن مصطفى يونس كابتن مصطفى عبده وكابتن خطيب كانوا بيكلمونا، وخاصه ان احنا كان في تطعيم من اللعيبه الصغيره ابتدت تطلع فوق مع الدرجه الاولى، وبنبقى بنقعد بنشوف قد ايه زي ما قال كابتن ابراهيم احنا الشحن بيبتدي من عند قعدتنا مع بعض، من التركيز، من الجامع، من احنا رايحين نسمع الفرقه، وان كان احنا بنبقى عارفين مين الفرقه اللي هتلعب يعني قبلها بيوم او قبلها بماتش او قبلها، بنبقى عارفين غالبا مين الاساسي ومين اللي هو بيبقى موجود وهيلعب تاني تايم الحقيقه. فكانت الجماهير دي احنا لما بننزل نروح اول ما بنحيي الجماهير وبنروح بقى للدرجه الثالثه، كانت ايامها الدرجه الثالثه دي اللي هي الدرجه الثانيه دلوقتي. نعم. كانت الدرجه الثالثه دي اول ما تروح هناك بناخد سبرنت انا ما باخدوش في الماتش من والاوه سلام بقى لما كل واحد محبوب شويه في الملعب ينزل ينادوله. طب انا احنا كوم ومحمود الخطيب هو نازل المدرجات كلها الكراسي بتتحرك يعني. فتلاقي اللاعب غصب عنه بقى مش 24 حصان، بقى 100 حصان من الجماهير دي. وكمان الريسيفنج بقى بتاعك لما بترقص واحد ولا بتعدي ولا بتجيب جول ولا بتشوط شوطه كويسه، والهادي بقى من ال 80 90 الف اللي موجودين، تبقى قصه ثانيه خالص. المنظر اللي انت شايفه ده واللي احنا شايفينه ده بنتمناه يوم 16، يعني يوم 16 ان شاء الله نقول السبت اللي جاي ان شاء الله نقول كلمتنا باذن الله اللي هي طبيعيه باذن الله ان احنا اول مجموعه ان شاء الله. وما انا بقول للناس هي ما هي الا كابتن اسلام انا ثقافه اداره مباراه كانت الملعبين. يعني الماتش اللي فات ده وغير ان الملعب احنا ما بنعرفش نلعب ملعبين سواء انت اتغلبت في او تعادلت في شباب الثوره او تعادلت في الفيتا لان الملعب الحقيقه كان واضح جدا ان هو حاجه عليه كلام كتير جدا. ده هذا ليس تبرير، احنا كنا وحشين وكنا عايزين وكان المفروض ان احنا نكسب. لا هو مش بالسوء يعني والله انا مش قادر بالسوء بس كلمه وحشين دي كنا متوسطين. يعني انت النهارده لو كان مباراه سيمبا احنا لومنا فعلا على لاسارتي ادار المباراه بشكل ما كناش احنا كويسين في المباراه، قلنا لا نستحق الفوز او التعادل في المباراه. صح. لكن مباراه فيتا كلوب هو لا يعني ادارها بشكل جيد جدا. وصلنا للمرمى فيتا كلوب كان لينا نسبه استحواذ بشكل جيد جدا، لكن يعني هو يعني هدف غريب غريب وعجيب يا زبون ربنا عايز ممكن يحصل في اي وقت من الوقت. وعلي لطفي على فكره يعني سمعت النهارده ان ممكن الاتحاد الافريقي اختاره هو نجم افضل لاعب في المباراه. هو طلع ثلاث اربع كور بعد الجون بس يعني انا اللي بدات بيه كلامي قلت ايه يا كابتن؟ قلت ان الشناوي هو طالع بيمسك الكوره رجليه تلوت طلع. الناس كانت قلقانه وخلينا نكون صراحه، الناس كانت قلقانه من علي لطفي ان هو بقى له فتره ما لعبش عشان هو تحت ضغط نفسي ومباراه افريقيه كمان ومباراه ملعبها وتحت ضغط نفسي وملعب صعب وملعب علي لطفي اجاد واصبح نجم المباراه مش كلامي كلام الاتحاد الافريقي. طب انت معايا يا اسلام ان النادي الاهلي كان هو المسيطر في اول هاف تايم وهو اللي ضغط على الفرقه دي وسلب اي حريه للفرقه دي انها تهددك فده
بعض الشيء برضو لعلي لطفي من الثقة ان فرقته ما زيارات عليها خفيفة، الكرة ما بتجيش كتير، الان بقى الحاجات اللي هي العشوائيات اللي جت يشوط شوطة تيجي في رجل الباك عشان تعمل كيرف وتروح تخش جوه الجول، ده جون بيخش في اي حتة. لا يعني لا تيجي تعدد الفرص بتاعت النادي الاهلي الحقيقية، الفرص بتاعتنا والفرص بتاعتهم، احنا لينا حوالي 8-9 فرص حقيقية على المان محققين منهم ضياع الفرص زي ما حضراتكم بتقولوا. لما تيجي تشوف فرصهم هم عدد المحاولات، عدد المحاولات اكتر مننا شويه، انما مش بالخطوره الحقيقيه على المرمى. واحده بس كان فيها خطوره بالنسبه له، اللي هي بتاعت العارضه. بس واحده يعني مش بالخطوره، يعني مش مش بعدد. وبعد ما الجون دخل الحقيقه كان ممكن بس بعد ما الجون دخل الموضوع اتغير خالص. انما كان لينا فرص حقيقيه. لكن تخيل بقى حضرتك يا كابتن ابراهيم، وبرده حضرتك تقول لي لو مثلا الكره بتاعت نيدفيد او هو اجايه يعني ويطلعها نيدفيد ومن قبله ناصر ماهر، لو كان معلول هو جون فرصه دي اللي هي كابتن اللي في بدايه الشوط. ايوه في بدايه الشوط الاول، فكانت وكانت اي واحده من دول دخلت كانت غيرت مجرى المباراه على الاخر. دايما المباريات اللي خارج ملعبك انت بتلعب على الفرصه، فرصه واحده يعني، الفرصه بتظهر مش زي المباريات اللي بتبقى على ملعبك ممكن تخلق فرص كتير وبتبقى هدف. لا، هي المباريات الخارجيه يعني عكس المباراه اللي فاتت تبقى هي فرصه، مباراه الفرصه لازم يبقى عندك تركيز 100% انك تقدر تقتل المباراه بالفرصه دي، انها دايما التفاصيل الصغيره هي اللي تحسم المباراه الخارجيه. لاسارتي كان ممكن برضو يطلع بالمباراه لو اخر 15 دقيقه قفل نص ملعبه بواحد ثالث ارتكاز وبدانا نشتغل على الطويل بالنسبه للازارو، كان ممكن نكسب المباراه. هو ده اللي انا عايز اوصل له، هو ده اللي انا عايز اوصل له. فهي دايما تفاصيل صغيره. سمع في المباراه ان لو كنا جبنا جون اللي هو بتاع البدري يعني لو في بدايه الشوط كان غير شكل المباراه يعني، هو ده فكان هيعمل ايه؟ هو لازم يهاجم، فكان هينزل ازارو، كان هيجد مساحات اكتر من اللي كان لقاها. مظبوط. في النص ساعه ولا في الثلث ساعه اللي نزلها. بس خلينا بقى نتكلم بقى كلام ايجابي للمباراه اللي جايه. احنا يعني هنتكلم عن المباراه اللي جايه. الدعم بقى والمسانده. بالظبط كده، هو ده اللي احنا طالبينه. الدعم والمسانده للعيبه، المسانده للجهاز. ان شاء الله يعني الامور ما زالت بايدينا احنا، يعني انت النهارده ممكن تروح مباراه شريف الثوره تقول انا اكسب وابدا احسب الناحيه الثانيه لازم مين يكسب مين يتعادل. لا، انت الامور ما زالت في ايدينا خلاص، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب المباراه. انت حسبت الامور بشكل قاطع خلاص. تمام. خلينا بقى نطلع نشوف تقرير عن نجم المباراه. مش كلامي برضو، ده كلام الكاف، مش كلامي، كاف اختار علي لطفي افضل لاعب في مباراه النادي الاهلي ومباراه فيتا كراب. نطلع نشوف تقرير عن علي لطفي ونرجع نكمل مع حضراتكم، هنتكلم فنيا اكتر من اي شيء اخر. بالرغم من الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام فيتا كلاب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إلا أنها جاءت بتألق علي لطفي الذي شارك في المباراة كبديل لمحمد الشناوي الذي خرج للإصابة، ليدب الطمأنينة في قلوب جماهير القلعة الحمراء، حيث نجح لطفي في التصدي للعديد من الهجمات الخطيرة لبطل الكونغو، ووقف حائلا في إفساد العديد من هجمات فيتا كلاب بالرغم من عدم مشاركته بصفة مستمرة في بطولة الدور الممتاز أو البطولة الإفريقية، إلا أنه عبر عن نفسه بكل قوة، برهن بما لا يدع مجالا للشك أنه امتداد لحراس المرمى الكبار بالرغم من قلة خبرته الإفريقية وصغر سنه. وفي ظل إصابة محمد الشناوي التي تعرض لها خلال المباراة وهي عبارة عن التواء في كاحل القدم، بات علي لطفي قريبا جدا من حراسة مرمى الفريق في مباراة شبيبة الثورة الجزائري الحاسمة التي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. انبثقت حالة من الأمان والطمأنينة لدى الجماهير والجهاز الفني. تعهد علي لطفي لأعضاء الجهاز الفني أن يكون مساهما في تحقيق الفوز على بطل الجزائر مع بقية أعضاء الفريق من أجل إسعاد الجماهير والتأهل لدور الثمانية الإفريقي في مشوار الفريق نحو هدفه المنشود للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم العودة مرة أخرى للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى بعد هذا التقرير. الحقيقه النهارده برضو نادي الزمالك كان عنده مباراه هامه جدا امام جورماهيا الكيني وفاز باربعه اهداف مقابل لا شيء وصعد الى المركز الاول بثمان نقاط طبعا في البطوله الكونفدراليه. طلع في المركز الاول بثمان نقاط وبترو اتلتيكو النهارده ايضا فاز على نصر حسين داي بهدفين مقابل لا شيء وصعد للمركز الثاني خلف نادي الزمالك، ثم نصر حسين داي في المركز الثالث بسبع نقاط وجورماهيا في المركز الرابع والاخير بسته نقاط. لتتعقد ايضا هذه المجموعه بشكل كبير. نادي الزمالك عنده المباراه القادمه امام نصر حسين داي في الجزائر وبترو اتلتيكو عنده جورماهيا في انغولا، وبالتالي هننتظر برضو في مباراه نادي الزمالك او في البطوله الكونفدراليه. احنا ليه بنتكلم عن نادي الزمالك؟ نادي مصري بيمثل الانديه المصريه في البطوله الكونفدراليه، فبنتكلم عن نادي الزمالك ان هو فاز باربع اهداف. الحقيقه كان اداء رائع، يعني انا شفت شويه من المباراه ادى اداء رائع في هذه المباراه. طيب كابتن ابراهيم، عشان بقى نبتدي نتكلم فنيا عن قول لي وجهه نظرك سريعا في مباراه امس، لان انا الحقيقه يعني انا النهارده هنتكلم في المباراه اللي فاتت شويه، لكن ابتداء احنا بكره عندنا اجازه ابتداء من يوم الثلاث ان شاء الله هنبتدي نتكلم عن اللي جاي ايه. فعايز برضو اعرف رايك في مباراه النادي الاهلي مع من وجهه نظري انا الشخصيه، يعني هو ما اداش احساس للعيبه ان احنا نازلين نكسب. لا سارتي لا سارتي. انا الشوط الاولاني اولا كان متوسط المستوى جدا، وبرغم ان احنا ضيعنا فرص انما مش ده اداء النادي الاهلي للمكسب. نعم. اداء النادي الاهلي ان احنا ما نتغلبش. اداء النادي الاهلي للمكسب اللي كان بدايه الشوط الثاني. بدايه الشوط الثاني بالظبط كده. انما الشوط الاولاني احنا مش عايزين نتغلب، مش عايزين نكسب، لا مش عايزين نتغلب وبس. ما نضعش في الحسبان احنا بنتكلم في كده يا كابتن النجيله والنجيله الصناعي والرطوبه والكلام ده، على الرغم من ان ده الطبيعي، احنا عارفين ان احنا رايحين نلعب على ترتان وكذا، ولكن حضرتك كنت لعيب كبير وعارف ان الملعب النجيل الطبيعي غير الملعب. لا الموضوع تاني خالص، والاحساس ونطه الكوره بتبقى اكتر كتير على الملعب، يعني على الجو والموضوع. طبعا، فلازم نظره اللاسالتي الماتش الجاي تبقى متغيره خالص، ليس امامنا الا المكسب، وبالتالي لازم القوة الهجوميه تبقى اكتر. يعني انا من وجهه نظري الشخصيه احنا عندنا رؤوس حربه جيدين جدا دلوقتي وكلهم الحمد لله طلعوا من المستشفى، ليه ما نبتديش باثنين اصحاب؟ ليه دايما نقول راس حربه واحد 4 2 3 1 او 4 3 2 1؟ ليه ما نلعبش باثنين راسين حرب؟ ليه واحنا ليس امامنا الا المكسب؟ يعني قدامنا عشان نطلع مركز اول لازم نكسب، هي لازم يبقى لعبنا ضغط في نص ملعب الخصم، نلعب باثنين رؤوس حربه ونلعب بثلاثه في نص الملعب. هو لعب 4 3 3 قبل كده؟ هو لعب 4 3 3 ممكن، يعني باي طريقه اقرب طريقه ليه هو بحيث حصل فيها تغيير كانت 4 3 3 بحيث نزود الناحيه الهجوميه. طبعا الاطراف بتاعتنا بتشتغل بشكل كويس، علي معلول وهاني بيشتغلوا بشكل كويس ومحاور هايله جدا، وبيدونا كور جانبيه الحقيقه كورسات اكثر من ممتازه. طيب احنا عندنا اثنين بيلعبوا بالهيد هايل ازارو في اللي جاي، في اللي جاي انا بتكلم في اللي جاي. لكن انا بتكلم عن المباراه دي تحديدا، رؤيتك فيها ان النادي الاهلي ادى اداء متوسط. متوسط طبعا، متوسط ما ابتداش يلعب الا صحيح ضيعنا في الشوط الاول اهداف المفروض كانت نحز منها اهداف، وكانت تغير نتيجه المباراه، انما ابتدى شكل الاهلي يبقى احسن في الشوط الثاني وبالذات في ال 15 20 دقيقه الاخيره. تمام يا كابتن شريف، انا شايف ان عدم احراز الاهداف بيأخرك وعدم استغلال الفرص اللي بتجيلك. انت بتستغلش الفرص اللي بتجيلك استغلال جيد يخليك حتى نفسيا وبدنيا تقدر بتقسم بقى مجهودك في الفرق اللي هي بتلعبها بره في افريقيا دي، كل الجو العام في افريقيا ما بنلعب فيه الجو مبقاش بيبقى، ممكن تلاقيه رطوبه، ممكن تلاقي اكسجين ناقص، ممكن تلاقي كل عوامل كلها كوم وارضيه الملعب دي كوم. فانت لما يتيح ليك الفرصه انك انت تقدر تحرز هدف واثنين واهداف سهله والفرقه اللي قدامك يعني خلاص استسلمت ان انت الاقوى، انت فعلا بطل افريقيا وانت نادي الاهلي، انا حسيت بده في اول شوط وانا بتفرج. القصه الثانيه بقى الحاله البدنيه اللي حصلت عندنا في الشوط الثاني، احنا مش عارفين احنا بندافع ولا هنهاجم، وتغييراتنا نفس الشكل. هل التغييرات دي تغييرات هجوميه عشان نسحب فرقتنا وتبقى الكوره ما عندناش مشاكل في نص الملعب، او عندنا في الملعب عند علي لطفي او في منطقه الجزاء عندنا، احنا كل الحاجات اللي جات لنا عشوائيه الحقيقه، كل الحاجات اللي بتيجي من انتظام الكوره والعاليه وتصطدم، والالتحام بتاعنا بيبقى
معاهم هم كان ضعيف شويه وبيديله السيطره. بس قبل ما تكمل كلامك وده على لسان رئيس نادي الزمالك بيقول ان تاجيل لقاء الزمالك والمقاولون ليقام يوم 20 مارس. الحقيقه اذا صح هذا الموضوع فانا يعني هستعجب جدا وهستغرب من المفترض ان الواحد يقول كلام كتير جدا لكن الكلام ده ليس رسميا. هو رئيس نادي الزمالك بيقول كده ما اعرفش هل هو من وجهه نظره ولا هو شايف ان او هو اتفق ما اعرفش. هو حقه على فكره وبالمناسبه اعلن ان هو اتفق معاهم على كده ولكن انا الحقيقه اللي بيحدث داخل النادي الاهلي حتى هذه اللحظه بسبب ضغط المباريات السابقه. فلماذا عندما طلب النادي الاهلي ان يؤجل مبارياته اذا صح هذا الكلام انا ما اعرفش صحيح ولا لا رسميا حتى الان لم يتم اعلانه ولكن اذا صح هذا الكلام لماذا عندما طلب النادي الاهلي تاجيل مباراه حرس الحدود مثلا وانا جبت الاستاذ عامر حسين وانا كنت مستني الحقيقه الناس كثيره كانت بتقول لي انت ما بتردش على الحاج عامر ليه؟ قلت لهم انا ما بردش لان حاجه هتحصل الفتره اللي جايه او في حاجه هتبان هعرف ارد بقى من خلالها. لو حضراتكم تفتكروا ده قعد معانا 25 دقيقة وناس كتيرة كانت بتقول انا كنت عايزه يتكلم زي ما هو عايز يقول زي ما هو عايز ولكن اذا صحت هذه الانباء فانا برضو بسال حق نادي الزمالك ان هو يطلب وحق نادي الزمالك ان هو يعمل ماليش علاقة بنادي الزمالك انا بتكلم على اتحاد كرة القدم. اذا صحت هذه الانباء لماذا عندما طلب النادي حد يطلع يجاوب لي بقى على السؤال ده لماذا عندما طلب النادي الاهلي ان يؤجل مباراة حرس الحدود لم تتم الاستجابة؟ لماذا عندما طلب النادي الاهلي خلال الفتره او اللي بيحصل في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت من اصابات من كم اصابات ومن كم اداء سيء في مباراه سيمبا التنزاني في مباراه اللي كانت هناك في تنزانيا الاداء السيء ده بسبب ضغط المباريات اللي احنا كنا بنلعب كل 3 ايام وسفر ورايح وجاي لماذا عندما تم تاجيل مليون المره المليون اهو لماذا عندما تم تاجيل مباراه حرس طلب تأجيل مباراة حرس الحدود لم يتم كابتن سيادة وحفيظ قال لك احنا السنة دي 6 مرات بتلعب كل 48 ساعة بالمقابل نادي الزمالك لعب مرتين بس النهاردة انت قبل ما تسافر كمان مباراة فيتا كلوب كان عندك مباراة بتروجيت النهاردة قبلها بأربع أيام انت كنت مأجل مباراة بيراميدز لكن فقدت واحد زي حمدي فتحي كان ممكن تحتاجه في مباراة زي مباراة فيتا كلوب فالنهاردة يعني لازم اتحاد الكورة ولجنة المسابقات بدل حط الجدول لازم يمشي عليه النهارده لو تم تاجيل مباراه يبقى انت زي ما اجلت كاس مصر زي السوبر المصري انت لسه ما تعرفش ميعاده امتى على ما اعتقد يبقى الدوري كده رايح برضو في السكه دي والاتجاه ده طبعا لانه حاجه غريبه جدا زي ما قلت لحضراتكم انا لا اقصد شيء مع حد والله ولكن انا بتكلم من نادي الزمالك من حقه يطلب اللي هو عايزه نادي اي نادي في مصر من حقه انه يطلب اللي هو عايزه هو حر ولكن انت المفروض عندك اتحاد لكرة القدم هو من يدير هذه المسابقات وبالتالي يعني أنا طبعا سامع الأخبار دي من قبل المباراة ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد أنباء رسمية عن تأجيل مباراة المقاولون العرب مع نادي الزمالك ولكن أنا بقول الكلام اللي أنا بقراه ولكن لو صحت وأنا بتكلم بمنتهى الاحترام وما عنديش أي مشكلة مع حد أنا بسأل سؤال لماذا عندما طلب النادي الأهلي تأجيل مباراة حرس الحدود لم يتم تأجيلها؟ حاج عامر حسين قعد 25 دقيقة وأكتر واحد تم انتقاده في هذا الموضوع هو أنا سبت الحاج عامر يتكلم عشان أنا عارف إن اللي هيحصل بعد كده إيه وعارف إن من الممكن إن يحدث تغيير آخر خلال الفترة اللي جاية كنت على أمل الحقيقة إن التغيير ده لا يحدث ولكن أوكي لو الموضوع ده طلع رسمي حد يطلع بس هجيب برضو الحاج عامر حسين وأنا دايما بحب أتكلم معاه الحقيقة لماذا لم يتم تأجيل مباراة حرس الحدود واحنا بنلعب في الساحل الشمالي على راس السيد عبد الحفيظ والباقي بيلعب في افريقيا احنا بنلعب في افريقيا برضو بالمناسبه والنادي الاهلي دلوقتي لعب ماتش ازيد من نادي الزمالك عشان تكرار الماتشات لا دي قصه ثانيه يعني. نبقى نتكلم فيها بعدين لكن انا بتكلم دايما في الحاجه اللي احنا خلال الفتره اللي فاتت خلي بالك ده كمان النادي الاهلي بيلعب بطولتين افريقيا في موسم واحد يعني تلاحم برضو يعني انت اللي انت فيه دلوقتي واصابه حمدي فتحي واصابه ياسر ابراهيم قبله واصابه الشناوي مفيش اعتبار شريف اكرامي والاصابات دي كلها خد بالك مفيش حد انك انت عندك جدول النادي الاهلي التزم بيه ما اعترضش عليه كل 48 ساعه بتلعب مباراه والناس التزمت اتحاد الكوره هو اللي حط الجدول صح بالظبط خلاص يبقى اتحاد الكوره هو اللي ملزم
ولازم عشان بيطلع برضو اعضاء مجلس اتحاد الكوره يقول لك الحاج عامر احنا مالناش دعوه هو رئيس المؤسسات. طب ما انتوا معينين مدبسين الحاج عامر في كل حاجه. لازم انتوا تبقوا سبورت الحاج عامر. الراجل قعد 25 دقيقه يشرح تلاحم سنتين في بعض الخريطه كلها. لما قال لي يعني كتير قلت له يا كابتن شريف طب اصبر بس. قال لي ليه؟ قلت له بس في حاجه في دماغي بعدين هبقى حصل هتحصل بعدين هتشوف. ما خلي بالك بص بص انا قلت له يوم اتكلم حضرتك عايز كابتن عدلي زي الزمالك والزمالك زي الاهلي اجل هنا واجل هنا. كابتن عدلي قايل قال لك تاجيل المباراه يوم يعني اتجاه الى الغاء المباراه او تاجيلها فيما بعد يعني لاجل غير مسمى هو الاتجاه رايح كده. النهارده المفروض اتحاد الكوره والحاج عامر حسين احنا طبعا بنبارك نادي الزمالك النهارده على الاداء ونتمنى له ان شاء الله يستمر في البطوله ونادي مصري دي حاجه ثانيه. بس انت النهارده بتتكلم على لوائح ونظم حاططها لجنه النسوات في الاتحاد المصري. لازم الاتحاد والحاج عامر هم اول ناس يلتزموا بالكلام اللي اتحط علشان يبقى في مصداقيه وفي عداله ما بين الانديه. خدوا بال حضراتكم كل اللي انا بقوله ده ليس رسميا ولكن ده على لسان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بيقول دلوقتي انا لسه شايف من خمس دقائق بيقول ان هو خلاص تم تاجيل المباراه ليوم 20 مارس. مش طب ما جبنا الحاج عامر تاني هات لنا الحاج عامر بس المره دي لا هتقول هيقول لنا ايه المره دي. طيب 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 يعني خلينا نتكلم في اخر حته كنت عايز اتكلم في الماتش ده. انا هستنى لما الموضوع ده ينزل يبقى رسمي ولا مش رسمي. خلينا نتكلم بس في الحته الاخرانيه بتاعه الحاله البدنيه اللي هي بتصيبنا دايما في الشوط الثاني من كل المباريات الحقيقه. العوامل اللي موجوده في المباريات الناس لازم تفهم ان الحاجات اللي بتحصل في مباريات خارج مصر وفي الارض اللي بنلعب عليها دي وفي الجو اللي احنا بنلعب عليها دي وفي اضاعه الاهداف اللي هي بتعمل حاله نفسيه كمان يعني بترد على اللعيبه اللي هي موجوده في الملعب وخارج الملعب الحقيقه. فلما ينزل واحد زي حسين الشحات النهارده وياخد الكوره وراح بيها على الجون ومش عارف يمشي بالكوره على الارض مش عارفه تساعده الراجل دايس بالكوره وسبرنت وفول سبيد وكل حاجه عايز يروح يجيب جول وهو احسن منهم وهو اقوى منهم والارض كمان مش مديالك انك انت تقدر تمشي بكوره زي دي والدبدبه حواليك والدنيا كلها. ففي ظروف يا جماعه الناس بتوقفنا في الشارع كلنا دلوقتي. عم سيد النهارده بيوقفني يقول لي معقوله النادي الاهلي؟ معقوله النادي الاهلي؟ يا عم سيد معقوله ان انت لما تتشاط عليك كره زي دي وتخبط في رجل واحد وتعمل كيرف زي السيرك؟ ربنا مش كاتب لك النهارده انك انت تكسب. يا عم سيد احنا لازم نتعلم اللي حصل لنا. برافو عليك يا كابتن. يا عم سيد احنا باذن الله هنعرف اخطائنا ايه الماتش الجاي وهنبقى الاول. احنا واقعيا احنا اتغلبنا خلاص الموضوع انت هل ننفع نعيد المباراه؟ مفيش خلاص منتهي. خلاص الموضوع منتهي. انت بتتكلم بقى على السلبيات وتدارك الاخطاء في المباراه بالظبط كده. يعني انت النهارده ابتديها مع لاسارتي اول مباراه كانت الثوره هناك كان الاداء بتاع النادي الاهلي مش مقنع. دخلت على سيمبا ما كانش الاداء مقنع. اتعلم هو من الماتشين كان بيلعب 4-3-2-1 غيرها لطريقتك 4-2-3-1 بقى ليك شكل وبقى ليك تواجد. لكن المباريات اللي بره ملعبك هي مباراه الفرصه تيجي فرصه تقتل المباراه. ثالث حاجه كان لازم يديها من 75 اغير طريقه لعب بدل 4-2-3-1 لازم 4-3-2-1 واقف الخط نص. لكن برضه هو معذور النهارده تغيير حارس مرمى من ضمن حساباتك غير لك برضه التغييرات. وانا كنت يعني افضل التغييره الثالثه بتاع حسين الشحات كان ممكن يكون احمد فتحي يدخل في نص الملعب وتبدا تعتمد على انطلاقات وليد ازار. لكن يعني كمباراه خلاص انتهت يا كابتن اسلام بالظبط كده. احنا بقى بنفكر المباراه الجايه ازاي نكسب المباراه الجايه. الدعم للعيبه الدعم بالزبط. للجهاز تواجد الجماهير في برج العرب ودي يعني نقطه انا يعني متاكد منها 100% برج العرب ان شاء الله هتلاقي فيه جماهير كتير جدا ان شاء الله في المباراه دي. تم تحديد الساعه ولا لسه؟ ده انا اعرفه ان هي 50,000 لا هتلاقي ان شاء الله ال 10,000 موجودين. هتلاقي دي انا متاكد مليون في المية. هتلاقي جماهير النادي الاهلي لازم يبقى 10 متواجد. الامن لو قرر ان هم يبقوا 10 الامن يعني انما احنا ممكن لو الامن قرر 20 يبقى 20 الامن قرر 100 هتلاقي ال 100 ان شاء الله الامن هيكرر 50 باذن الله ان شاء الله. طيب خلينا نطلع فاصل وبعدين بقى هنفصل بقى الموضوع ده تماما. وزي ما قلت لحضراتكم احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن حق النادي الاهلي فقط مالناش دعوه بحقوق ناس اخرى او بانديه اخرى. نادي الزمالك من حقه يطلب اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه هو حر. ولكن انا بتكلم على اتحاد كره القدم. لماذا تم للمره المليون اهو لماذا لم يتم الموافقه على طلب النادي الاهلي بتاجيل مباراه حرس الحدود على الرغم انها كانت قبل مباراه سيمبا بيومين او ثلاث وتمت الموافقه على طلبات تاجيل لمباريات اخرى. ده اللي هنشوفه او مش هتكلم بقى في هذا الموضوع تاني. انا هقفل الموضوع ده هرجع اتكلم بقى عن الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه نادي الاهلي هيلعب مباراه مهمه جدا يوم السبت القادم
ايه اللي هيحصل خلال الكام يوم دول، ده اللي هنعرفه بقى من كباتننا الكبار بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ولكن برضو حقا عشان يبقى انا اتكلمت كده واتكلمت كده، احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم على الاقل كوره بيتكلم بيقول ان لم يتم اتخاذ القرار بتاجيل مباراه الزمالك ليوم 20 مارس حتى الان، واذا تم اتخاذ القرار هيبقى الامن هو اللي خد هذا القرار. ده على مسؤوليه يلا كوره. انديكيشن يعني. طيب كابتن ابراهيم، خلال الفترة اللي جاية احنا النهاردة عندنا مباراة يوم السبت، النهاردة الحد، فاضل عندك الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة. الخمس ايام دول هتعمل فيهم ايه؟ او لاسارتي هيعمل فيهم ايه؟ الاول لازم طبعا الاستشفاء كاملة لجميع اللعيبة اللي كانوا موجودين نظرا لصعوبة الملاعب هناك الاول، كل ما بتلعب على ملعب وحش بيدي تأثير سلبي جدا على العضلات بتاعت اللعيبة. زائد السفر لمده طويله جدا لمده طويله في الطيارات برضه بيأثر على المستوى البدني بتاع اللعيبه. بالمناسبه رجع متاخر. فيبقى الاول نهتم بالاستشفاء الكامله للعيب. اليومين الاولين لازم يبقى فيه التحملات لازم تبقى قليله جدا، احنا في نهايه موسم، في الماتشات متلاحقه، اللعيبه مرهقه جدا، فيبقى الاحمال اللي بتعطى في الثلاث اربع ايام دي على درجه متوسطه ويمكن اقل من المتوسطه. يعني لازم تبقى مش ما تعملش مستوى عالي من الاحمال في الفتره القليله اللي جايه، ده بالنسبه للحاله البدنيه. بالنسبه للحاله الفنيه انا اولا بالنسبه لشبيبة الثوره اولا ما نستهينش بيه، لان طبعا فريق جاي ان كل الماتشات اللي لعبوها احرزوا فيها اهداف. جايب 6 اهداف في التصفيات وداخل فيه 6 اهداف، يبقى اولا لازم في يبقى في حذر دفاعي جيد جدا من المدافعين عشان هم بيتمتعوا بحته احراز الاهداف في كل الماتشات اللي لعبوها حتى مع النادي الاهلي 1-1، فعندهم حته احراز اهداف كتير قوي. بالنسبه للاهداف اللي بتدخل فيهم دخل فيهم برضه 6 اهداف، يبقى لازم انا رايي الناحيه الدفاعيه عندهم فيها ثغرات لازم نستغلها، وانا ما زلت بقول ان احنا لازم نلعب ضاغط عليهم في نص ملعبهم، لازم نلعب باتنين راس حربه من بدايه المباراه، وشريف قال لي هو بيلعب 4-3-3، ممكن نزودهم يبقى 4-3-3 زي ما قال شريف قال، انما لازم نزود 4-3-2-1 يعني بتبقى لازم نزود طرفين وراس حربه، لازم نزود الناحيه الهجوميه بحيث اولا نستغل الكرات العرضيه بتاعت معلول ونستغل الكرات العرضيه بتاعت هاني اذا كان هو اللي هيلعب، او طبعا انا برشحه انه يلعب احمد فتحي بعيد شويه عن الاشتراك، فلازم نستغل الكرات العرضيه اللي بتحصل دي، فيبقى لازم نلعب باتنين راس حربه، يبقى الاول لعب ضاغط لازم نحظى من الناحيه الدفاعيه لازم نبقى مأمنين دفاعاتنا جيده جدا لانهم بيحرزوا اهداف، ولازم نزود الناحيه الهجوميه عليهم، ولازم نستغل الكرات العرضيه اللي من علي معلول ومحمد هاني. تمام. كابتن شريف برضو على الجانب الاخر، الخمس ايام دول هيعدوا زي ما كابتن ابراهيم قال اقل فاكتر فاكتر لغايه لما توصل للتركيز 100% ان شاء الله يوم المباراه. عندنا مشكله، عايز تقول حاجه؟ لا 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 كمل. احنا عندنا مشكله وضحت كتير في المباراه السابقه وهي اضاعه الاهداف، كيف يمكن التغلب على هذه المشكله في خمس ايام؟ هو انت عندك مشكله دلوقتي في التدرج اللي قال عليه كابتن ابراهيم، ازاي يوصل بالفرقه لغايه يوم المباراه وانا حاسس ان انا اقدر 90 دقيقه تبقى لعيبتي بالدكه البدلاء اللي موجوده على اتم الشفاء كله بالزبط. وعلى اتم ان هي تقدر تلعب مباراه في برج العرب في الارض اللي هي السوفت شويه دي، عارفين الاجواء شكلها ايه والمطلوب منه. هو الراجل اول ما جه اسلام عمل ايه؟ ابتدى ياخد اللعيبه ويقعد يتكلم معاهم كتير قوي، وابتدى يفرجوا مع الفرق اللي هيلعبها ويعمل فيديوهات كتير ويدرس الفرق اللي هيلعبها كتير قوي، وابتدى يطلع بنتائج كويسه جدا، ابتدى يعمل حاجه تانية يخلي اللعيبه بتتحرك في الملعب بانسيابيه غريبه جدا. يعني في ماتش تلاقي ان الكوره من 22 لمسه بنجيبها جول، يعني احنا المسيطرين، يعني احنا اللي شايفين بعض، يعني احنا اللي بتحرك. ابتدى يحط السمه دي للعيبه في الملعب، ابتدى يخليهم ليهم شكل اوبرالي، شكل سيمفوني، شكل اي حاجه غير اللي احنا كنا بنتفرج عليه
قبل كده غير ان احنا لما بنروح نلعب على الترتيب. بص الكره جاب لك الهدف ادي ادي بص يعني ادي اللعيبه. اللعيبه بتعمل ايه دلوقتي؟ اللعيبه بتتحرك. اللعيبه بتجري عامله زي الاتاري. اللعيبه بتجيب الجوال زي الاتاري بالظبط. ليه؟ اللعيبه دي اتحركت في الملعب. اللعيبه دي بتلعب على الارضيه. مش انا هعترض الاتاري دي قديمه شويه. امال دي عايز ايه؟ بلاي ستيشن. معلش انا ما بعرفش العب بلاي ستيشن. انا ما بعرفش العب بلاي ستيشن ولا. فالشكل السريع اللي انا شايفه ده يا كابتن في الجول اللي احنا جايبينه ده كويس. برافو سمير والله الله ينور عليك. بص بص اللعيبه بتتحرك ازاي وبعيد يعني 2 4 5 5 لعيبه بيشوفوا بعض وبالكعب وبالبنط الرجل يعني كل فنون اللعبه وكل فنون الكوره. اكيد مش اللاعب بس هو اللي بيعمل كده لوحده. الراجل اللي بيمرنه، الراجل اللي بيقعد معاه، الراجل اللي بيحكي له، الراجل اللي هيقول له انت هتلاعب فرقه شكلها كذا والثغرات عندها. حضرتك قلت حاجه جميله جدا، بل هي الاوقع ان اضعف خط دفاع في فرقه الثوره شبيبه الثوره اضعف خط دفاع حتى لما لعبناهم هناك. احنا ما بنعرفش نلعب على الترتان. خلينا واقعيين، مشكله احنا كتير. مشكله عندنا الترتان معوقه لينا جدا، حتى تحركات، حتى اللعيبه الكويسه بتاعتنا اتعورت. وليد سليمان راحت ركبته في ملعب زي ده هناك في المباراه اللي كانت هناك. احنا هنا الماتش ده لازم ندرسهم كويس قوي ونعرف ان هم دفاعيا مفيش. اطرافنا هي سر نجاحنا. تحركات اجاييه وتفوق اجاييه في استلامه للكوره وبيطلع معالي معلول وبيحصل مسانده من ناصر ماهر او من الراجل هيشوفه ساعتها يبقى سليم في الملعب يعمل السويتشات والحركات اللي احنا شفناها دي. مفيش اي فرقه تقف قدامك. انت ما عندكش رساله غير تقعدوا مع بعض نعمل معسكر كويس قوي. احنا كلاعيبه نحب المعسكرات، نحب نقعد مع بعض وناكل مع بعض ونتكلم مع بعض ونعيش مع بعض الحاله كلها عشان حتى ذهنيا نخرج من الهدف اللي دخل فينا. انا ما قلتش اتغلبت الماتش، انا دخل فيا هدف. انا اتضحك عليا، انا ما لعبتش اخر ربع ساعه ان انا ممكن اطلع بنقطه اطلع سليم من المباراه. في حاجات حصلت كتير قوي من جميع الاطراف. من لاعب بقى بدنيا الفيزيكال بتاعه ما ادالوش حريه التحرك انه يمنع كام كوره، ان بقى بيسيبه مستلمه، بقى في اتكال على كل ده. الفتره اللي فاتت ما كانش فيه الكلام ده كله في اللعيبه. اللعيبه كانت اكتف قوي، كلها عايزه تبحث لنفسها على الوجود في القوام الاساسي جوه الفرقه. فكان كل الناس بتشتغل من غير ما تفكر، من غير ما تبص على لسارتي، من غير ما انا لازم انا يبقى لي وجود دلوقتي، انا ثمني كذا. اتقال زي ما احنا انا وانت بنتكلم، رمضان صبحي، حسين الشحات، ايه كم المبالغ اللي جم بيها، ايه كم مش عارف، كل واحد لازم يديني. احنا بقينا ريسيفنج عايزين ناخد هو دلوقتي الفواتير بقت الفواتير يا اسلام دلوقتي. بس ده طبيعي يا كابتن. ده اسلام الجمهور. انا بتكلم كلام الناس طبعا، انا بريح الناس. انا احنا حاسين بيكم. يعني انا حاسس بالناس واحنا كلنا، بس احنا هي يعني ليها تون تاني، مش طريقه الفواتير. واحنا لا، اللعيبه بتدي اللي عندها بس. معلش اغفروا لنا الماتشات اللي هي بتاعت الترتان دي. ما عليا وعليك، عليا وعليك، بس دول ناس بيلعبوا على ما عندهمش غير ترتان طول عمرهم. انا ما بلعبش غير في الترتان ده غير فين وفين، مرتين في السنه او حاجه زي كده. فاللي انا عايز اقوله ان الحاله الذهنيه اللي احنا لازم نخرج بيها دي في ايد المدربين. الحقيقه في ايد المدربين يعملوها ازاي، ان هم يجي ياخدوهم يطلعوهم يخرجوهم بره اللي شافوه في. احنا مش هنلعب على ترتان تاني، لا، ومش هنلعب الفرقه دي خلاص. الفرقه دي احنا كسبناها، احنا محتاجين 1-0 نخش. الله اعلم انت كنت تلعبهم في ادوار اخرى يعني. 1-0، لا انت 1-0 تخش اول مجموعه في اي حته، لان انت متفوق على الفرقه. لا طبعا. 1-0 انت محتاج تكسب فرقه زي دي 1-0. فده المفهوم عندك انت النهارده انك تكسب 1-0 وتعدي. لا انت تكسب انا بقول لك من دلوقتي ان شاء الله هتكسب 3-4. دي فرقه تاخد كتير قوي اللي انا هلعبها دي. ليه؟ لان زي ما كابتن ابراهيم قال، اقسم بالله الفرقه دي الدفاع بتاعها ما بيعرفوش يقفوا. تحركات لعيبتك مع اجاده لعيبتك مع وصولك للماتش يا كابتن اسلام بحاله بدنيه جيده وفي استشفاء زي ما قال كابتن ابراهيم، انا خلاص انا نادي الاهلي، انا ناسي كل اللي فات، انا بلعب على مباراه واحده بتخليني انا راكب وخلاص وانتهينا على كده. احنا فرصتنا احسن من اي حد ان شاء الله. اذا كسبت المباراه تلعب على ارضك وسط جمهورك على طول، اول على طول نتائج الفرق الثانيه، وتخش على المباراه اللي بعدها برضو اللي هم مرعوبين منك فيها. هتقش بقى، ما انت واخد من معنويات عاليه انك انت اول مجموعتك في افريقيا، وهتقش مباراه الزمالك. الزمالكاويه مرعوبين من الماتش ده. اول مره اشوف الحاله في الشوارع مهما كانت حالتنا احنا في الماتش اللي فات ده، الحاله مش مصدقين ان هم ممكن يكسبوا النادي الاهلي. لا هي مباراه اهلي وزمالك لما توصلها دي احنا ما بنعرفش نتيجتها. لا انا بديك الجمال كمان بتاع الماتش ده، لما نكسب بيدخلك بحاله معنويه كبيره جدا في مباراه مهمه جدا بالنسبه للناس برضو. يعني خلونا انا ايه اهلاوي مشاهد، مش اهلاوي قاعد معاكم بحلل الماتش. لا انا اهلاوي مشاهد. هتديني باورفول غير عادي الفتره اللي بعدها، والفتره اللي بعدها دي يعني بطوله برضو.
الفتره اللي بعدها دي يعني دوري عام. الفتره اللي بعدها انا اللي هطلع ان شاء الله. ياجل بقى ما ياجلش يلعب النهارده الامن ما يلعبوش، دي مش مشكلتنا احنا، مشكلتنا الخطه الثابته بتاعتنا بلاعبتنا اللي انا شايفهم الحقيقه. لما تيجي تسالني مين احسن لعيبه في مصر دلوقتي على طول انا مغمض كده، محمد هاني، كريم دينزفيد مش عارفه، الراجل باك ليفت بتاع نادي الزمالك عبد الله جمعه، صح؟ تقدر تجيب، تقدر اقرب الناس جايه لك على طول. يجي بقى في كاتيجوري تاني ينزل اوباما بتاع الزمالك، يطلع لك انت عمرو السوليه في البومينج بتاعه، مش هتشوف غير كده. لازم الناس تبقى فاهمه احنا لعبتنا مين وفين وازاي. لعبتنا اغلى لعيبه موجوده في مصر. معلش انا بقالي كتير ما جيتش البرنامج فمشحون يعني عندي طاقه ان انا عايز اتكلم في المناطق اللي الناس في الشوارع بتتكلم فيها. احنا اغلى لعيبه موجوده في مصر وكل الناس عينيها على لعيبتنا. ادونا ظروف وادونا التاجيلات اللي بتاجل بيها اسلام كل حاجه، وعشان احنا التاجيلات دي، التاجيلات اللي احنا نتمناها لنفسنا ولاستشفاء لعيبتنا، انا عايز اسبوع واحد بس للعيبه بتاعتك واتفرج دي بيرجعوا عاملين ازاي. ما هو عندك الاسبوع يا كابتن شريف، ماتش بتروجيت رد على الناس دي كلها، عندك وقت كافي انك ترجع وتعمل استشفاء للعيبه واللعيبه ترجع في افضل حاله ليها ثانيه. زي ما الكابتن ابراهيم بيقول شيبه الثوره، يعني عندهم زي ما عندهم سلبيات وعندهم نقاط قوه، الخط الظهر عندهم ممكن تقدر تشتغل عليه. عندهم ناصر الدين خالد ومحمد امين بركه، اثنين مساكين ما فيش الطول والقوه تقدر تشتغل عليه، ممكن تشتغل عليهم. عندك حارس مرمى برضو بتاعهم مش مميز، هما بيلعبوا على ملعبهم 4-2-3-1، بيغيروها خارج ملعبهم 4-3-2-1 وبيقفلوا اكتر وسط الملعب. هو لازم يبقى فيه يعني رقابه او في صحصحه من سعد سمير والاثنين وايمن اشرف، الاثنين اللي هيلعبوا مساكين على المهاجم بتاعهم سيد علي يحيى شريف، ده مهاجم مميز بيقدر يخطف من انصاف الفرص، هو طويل رقم 8 وبيلعب بمحمد حميه وزيري حماري. زيري حماري ده بيبقى موجود بره وبينزله الشوط الثاني. فاحنا ان شاء الله يعني هو اسلوب النادي الاهلي لعب فيه امام بتروجيت، لعب بيه امام المقصه، لعب بيه المباراه اللي فاتت، بتنزل اول 5 دقائق بتقدر تضغط على المنافس بتاعك، تعمل الضغط العالي ويبقى فيه رقابه من ورا. طيب. وتقدر تحرز اهداف، يعني كل ما الهدف بيبقى بدري بتقدر تريح. كل دول بس ناخد المدير الفني لشبيبه الثوره الجزائري كابتن كريم. ازاي يا كابتن كريم؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ ازي محمد الله، اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام. اولا سعداء بوجود حضرتك معانا على قناه النادي الاهلي. حتى انا سعيد بوجودي معاكم. ربنا يخليك كابتن. كابتن كريم، يعني فوز نادي شبيبه الثوره في مباراته الاخيره بعدد جيد من الاهداف، هل اداك ثقه لملاقات النادي الاهلي هنا في مصر في مباراته القادمه؟ نعم صحيح، احنا بعد فوزنا على سينبا عندنا كل الحظوظ ان شاء الله باش نتاهل للدور الربع النهائي، وهذا الشيء حفزنا اكثر واكثر لملاقات فريق الاهلي، فريق القرن، فريق قوي جدا. احنا كنا حابين لو نتاهلوا الاهلي والثوره يتاهلوا في الاثنين للدور الربع النهائي. للاسف ده صعب يعني، هو يا الاهلي يا شبيبه الثوره يعني. نعم شبيبة الثورة تتربع على عرش المجموعة، لكن شيء ما راح يتم كل شيء في النهاية، لأن عندنا مباراة فاصلة بين الثورة والأهلي المفروض. طيب هل حضرتك اتفرجت؟ طبعا تابعت أكيد مباراة النادي الأهلي مع فيتا كلاب، هل هزيمة النادي الأهلي كانت مفاجأة بالنسبة لك؟ نعم شفت المباراة في الشوط الأول، كان الفريق الأهلي كان قادر يسجل في الشوط الأول وكان قادر يفوز بالمباراة، لكن لحد ما شافوش في الدقائق الأخيرة تلقى هدف قاتل يخليه ينهزم في هذه المباراة. تمام، هتيجوا إمتى بالسلامة إن شاء الله إلى القاهرة يا فندم؟ إن شاء الله، بارك الله فيك. هتيجوا إمتى؟ يوم إيه هتيجوا إن شاء الله؟ نعم نجوا للقاهرة يوم الخميس بإذن الله. الخميس في اي غيابات عند حضرتك في الفريق ولا لا؟ نمشي اسكندريه يظهر لي. الايه يا فندم؟ الايه يا كابتن؟ نمشي الاسكندريه هتوصل اسكندريه. هتوصل اسكندريه ان شاء الله. قول له عندك غيابات. الصفوف عندك مكتمله لفريق شبيبه الثوره؟ غيابات؟
الصفوف مكتمله او هل هناك غيابات؟ نعم لا ما عندناش غيابات الحمد لله، الفريق كل تحت تصرف الطاقم الفني. يعني تيجوا بالسلامه كابتن كريم، وان شاء الله تبقى مباراه جيده تليق ببلدين كبيرين الحقيقه سواء مصر او الجزائر. انا بشكر حضرتك وجودك معانا، وان شاء الله يبقى استقبال حافل كالعاده هنا في مصر، واستقبال اخواننا الجزائريين في مصر من طبعا ممثله في النادي الاهلي. عامل شغل كويس قوي مع شيفت الثوره مع تغيير المدرب الاولاني، كان شيفت الثوره في اخر المجموعه قدر يكسب بالفرق، قدر يعلي طموحات اللعيبه. بنشوف شيبه الثوره دلوقتي لا فريق بينزل بيهاجم ويضغط من اول المباراه، فهو عامل لا شغل واضح، شغل يعني ملاحظ. وطبعا بنتمنى له التوفيق بس بعد مباراه الاهلي بقى. لا خلاص بقى بعد مباراه الاهلي في الدوري الجزائري. في الدوري الجزائري لان هو للاسف يعني هو انت لو كنت كسبت فيتا كانت هتبقى الامور مختلفه، لانه واحد من الفرق اللي هي مفاجاه بالنسبه لنا كلنا فريق شبيبه الثوره، ان هو من ساعه تعادله مع النادي الاهلي الحقيقه والامور اختلفت تماما وتغيير الجهاز الفني يعني. ما هو فعلا عامل شغل، لكن زي ما بقول لك كابتن اسلام يعني ان شاء الله يعني زي ما في نقاط قوه في فريق شبيبه الثوره متمثله في مهاجم واثنين مهاجمين واثنين تحت المهاجمين، عندهم نقاط ضعف ممكن نقدر نشتغل عليها، الاثنين مساكين، حارس المرمى، الاطراف كمان ما بيقفلوش بشكل كويس. حتى شفنا الهدف اللي احنا جبناه هناك اجاي لما طلع محمد هاني وتعامل لكريم ندفد، فان شاء الله يعني طبعا فريق النادي الاهلي هيحترم شهيده الثوره من اول المباراه. هنلعب باسلوبنا نفس طريقتنا ونفس لعبنا في كل المباريات اللي فاتت في الدوري او هنا فيتا كلوب او سيمبا، بتنزل تضغط على الفريق من الاول. وزي ما قلنا هي حته احراز هدف بدري، كل ما بتحرز هدف بدري كل ما بتقدر تلعب مباراه ممتعه لنفسك، حتى اللعيبه تتحرر من الضغوط. وحتى لا قدر الله لو انت ما قدرتش تحرز هدف بدري انت عندك المباراه 90 دقيقه الهدوء. شفت فيتا كان بيلعب ازاي الحقيقه، تكسب 1-0 ممكن تجيب الهدف اللي انت عايز تطلع بيه اللي ان شاء الله تصعد بيه ممكن في دقيقه 90. فانت النهارده برده يبقى في التزام من خط الدفاع، سعد سمير، ايمن اشرف، معلول، اي الناس اللي اسمها موجوده، والناس اللي شغاله قدام برده شغاله بنفس التركيز بتاعها، ان انا فرصه تيجي اقدر اخلص بيها المباراه. ونتمنى ان شاء الله يعني برده يعني حته مركز حراسه المرمى عندنا يعني علي لطفي ان شاء الله يعني يكون في الخمس ايام دي جاهز بشكل كويس، ما يبقاش فيه اصابه، وان شاء الله الشناوي تبقى اصابته يقدر يعني جهاز الطبي يتداركها يعني كده ويكون موجود حتى لو على دكه البدلاء برده، يبقى حاجه كويسه معنويه كمان برده للفريق وجهاز الفني ان شاء الله. بس عايز اكد على اللي انت بتقوله، المسانده من 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 كل الوسائل، والوسائل التلفزيون والاعلام والجرايد، زائد المسانده الجماهيريه بقى خلال المباراه. ما نضغطش على اللعيبه، احنا مش هنجيب جون واحنا بنسخن، لازم يبقى الامور هاديه، التشجيع المناسب. لا مسانده احنا لن نعتمد الا على نفسنا فقط او على مين هيساندنا؟ عارف ليه؟ نعم؟ عارف مين هيساندنا؟ طب اقول لك معلش، احنا اللعيبه اللي هتساند نفسها، احنا بنناشد الناس كلها، عارف بنناشد مين؟ الناس كلها تبقى معانا. انا شايف حضرتك دلوقتي قال لك ايه؟ قال لك ده كانت في خناقه ما بين السوليه وحد من اللعيبه وناصر ماهر، على اعتبار حتى لو فيه المفروض ما تقالش يعني. لا اصل انت ممكن، انت حضرتك عارف انا مغلوب، طلعت من الماتش مغلوب، وانا شكلي عامل مثلا يوه ياما اتنرفزنا وياما عملنا ايه اللي تقول لي مسانده؟ مسانده ايه يا شيخ ابراهيم؟ معلش لن نساند الا انفسنا ان شاء الله باذن الله، اللعيبه على مستوى ان شاء الله احنا مش هنقع، هم اللي هيقعوا باذن الله. اتمنى يا رب كل التوفيق لوحيد غيربه الماتش الجاي. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المباراه القادمه لانها مباراه مهمه جدا. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن ابراهيم على وجودك معانا. انا بشكرك كابتن اسلام والصحبه الجميله. شكرا جزيلا يا كابتن. بشكرك كابتن اسلام، وبتطلع الحاجات اللي عندنا والله اللي جوه، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا كابتن. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا كابتن اسلام على وجودك معانا. شكرا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. انتظرونا ان شاء الله وحلقه هامه جدا، وزي ما قلت لكم ابتداء من يوم الثلاثاء اللي جاي انا مش هتكلم عن ما سبق، هتكلم عن اللي جاي. عشان ما تقوليش ليه بتتكلم بس عن، هتكلم عن المباراه فقط وكيفيه التحضير لهذه المباراه، كيفيه تشجيع اللاعبين، كيفيه المعازله للاعبين، كل شيء يخص اللاعبين خلال الفتره القادمه ان شاء الله. ابتداء من يوم الثلاث هنتكلم عن مباراه الثوره وما هو قادم، هنتكلم عن اللي فات اطلاقا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي يوم الثلاث وحلقه جديده من ملعب الاهلي.